صباح عليكم مشاهدينا في الخير في بداية يومنا أكيد وبداية حلقتنا. واليوم إن شاء الله مثل ما وعدناكم دائما راح تكون عندنا كثير من المواضيع والفقرات والموضوع اللي نتناقش فيه في البداية، لأن نحب نوعي نفسنا ونوعي السادة المشاهدين. اخترنا لكم موضوع إن شاء الله راح يكون وايد مهم، لكن خلوني في البداية أيضا أصبح على زملاء بالخير. وصباح الخير عبد الرحمن. أهلا وسهلا أسماء، صباح الخير زملائي وعليكم مشاهدين الكرام، وحياكم الله في هذه الحلقة الجديدة المتجددة بالمعلومات والمواضيع من صباح الخير يا كويت. وذكرت أسماء أن اليوم موضوعنا موضوع حلو، وكذلك طبختنا حلوة، لأن اليوم عندنا مفاجأة في طبخة اليوم، شيء غريب يمكن أول مرة ينطبخ، فنبي نشوف إن شاء الله مع الشيف عايشة في فقرة المطبخ. صباح الخير غادة. صباح الورد عبد الرحمن وأسماء وأيضا عثمان، وصباحكم ورد مشاهدينا، وحياكم الله معانا. يوم جديد، أحداث جديدة إن شاء الله، ولقاءات جديدة بتكون معنا في صباح الخير كويت. واليوم طبختنا مثل ما قال عبد الرحمن جاية من دار الزين البحرين. صباح الخير عسل. صباح النور زملائي، وصباح النور وصباح الخير أيضا على الجمهور الكريم. مثل ما قالوا زملائي اليوم موضوعنا وايد مختلف، صباح التطور، صباح التكنولوجيا، صباح أيضا الأشياء الجميلة في عالم التقنية. أكيد بعيد عن طبختنا اللي اليوم راح تكون فعلا مميزة وحلوة، طعمها أكيد حلو، تعودنا على هالأكلات الجميلة اللي تكون من البحرين، خصوصا الحلويات البحرينية. لكن موضوع قلتي حلقتنا إيه يعني قاعدة لمح لكن موضوع حلقتنا لهذا اليوم، يعني يمكن إحنا صار لنا فترة نتكلم عن شلون نحمي أجهزتنا، لأن فعلا يعني هذا حديث الساعة، يعني التعامل مع التطور التكنولوجيا خصوصا الأجهزة الذكية، لابد إن إحنا نعرف شلون نحمي هذه الأجهزة. يعني اليوم أي شخص ممكن يشتري له جهاز ذكي، لكن في بعض الناس ما تعرف شلون تتعامل مع هذه الأجهزة، من هاكرز وغيرها اللي ممكن تدخل على البيانات، وتصير كثير من الأمور والمشاكل اللي تصير عند بعض الأشخاص. علشان كذي الواحد لازم دائما يتطور، دائما يكون ابديت مع كثير من المعلومات. اي والله عدونا هالمسجات اللي يوصلنا، ربحت تليفون او رقم يوصلنا، دز لنا الرقم اللي يوصلك. صحيح. يوميا توصلنا هذه الرسائل، واحنا عارفين شلون نتصرف معاها. تحذيرات كثيره من جهات حكوميه تنبه على لا تضغطون على اي لينك، لا تعطون رقم حق اي احد، لا تردون على ارقام من جزر ومن دول بعيده. وساعات يجيك مسج عن بطاقتك البنكيه، يعني انت تستغرب انها معطلة أو وقفت حاليا ما تقدر تستخدمها، وهذا الرقم ودزنا دق علينا أو دزنا. إنزين أنت تستغرب، وحذروا البنوك من هذا الشيء كذلك، إلا ما يكون مسج من الجهة الرسمية نفسها، من البنك نفسها، حتى تكونون على دراية إنه مو أي جهة أخرى بعثت لكم من أي رقم آخر. أيضا الأجهزة وثورتها، ترى كل يوم قاعد نكتشف شيء جديد. إحنا الجهاز معانا وقاعد نستخدمه ترى بشكل سطحي، لكن لما تروح وتتمعن في هذه الأجهزة والتطبيقات بتشوف كل يوم قصة وقضية. شلون تحمل واتساب مثلا من الهاكرز، أو إنه يسحب منك الصور، والتحديثات كذلك الشهرية هذه تقريبا، فهذه قصة يبيلها طولة بال 100%. طبعا إحنا لما نتكلم عن بعض التحديثات اللي تصدرها الأجهزة، يعني تحديثات لحمايتكم، لأن سبحان الله الهاكرز يعني شغلته، يعني مثل ما إحنا ينداوم، هو وظيفته في اليوم انه هو يخترق، أيوة، إنه يدور على الثغرات، يطور ويحاول انه يعثر على هذه الثغرات. فدائما الشركات تسوي، الشركات تحاول تطور، تواكب، تصك هذه الثغرات. ففي فريق يحاول يسكر، وفي فريق يحاول يلاقي هذه الثغرات على طول، يلقى لهم الحلول و100%. فعشان كذي في ناس وايد يقول انا تليفوني قديم ما اقدر اسوي الابديت. لا، ضروري تسوي الابديت، انت لازم تواكب. كل الاجهزه مؤخرا اكتشفوا انها يتم اختراقها، كل الاجهزه بغض النظر جهاز، في بعض الاجهزه يصير تسويق عليها انها ضد الاختراق، ولكن كل الاجهزه اللي يفرق المدة. أيوة. يعني ممكن في بعض الجهاز نص ساعة، في بعض الأجهزة ساعة، يعني بالنهاية الكل يتم اختراقه، ولكن حلو أنك أنت تواكب، تعرف شنو اللي لك وشنو عليك. أيضا من ناحية، أنا وصلني إيميل صراحة من أحد الوزارات يقول طردك وصل. إيه صح، هذا نفس الإيميل وصلني. فبالعكس يعني طردك وصل، تقصد وزارة المواصلات، ووزارة المواصلات أيضا حذروا من هذا الإيميل. حذروا فعلا، وقالوا على أن الوزارة لم ترسل مثل هذه الإيميلات. 100%. ويعني كل ما يشاع ويدار، يعني على فكرة مشكلة كبيرة إذا تم اختراق الإيميل. عاد شوف أنت شنو وسائل التواصل الاجتماعي اللي أنت على نفس الإيميل هذا، وايد ناس صارت عندهم اختراقات. يعني هذه الإيميلات لا تردون عليها أصلا، وبعدين أي طرد مثلا بيوصل لك وأنت عارف إنك، أو مثلا ممكن شركة من الشركات
طرش لك مسج انك انت طالب اوردر، انت مو طالب اصلا. صح. فالواحد لازم ينتبه يعني. نعم. الناس يعرفون ان انا ما طلبت مثلا هذا الايميل، انا ممكن اتجاهله او اسوي له بلوك الرقم الغريب هذا، لا تردون على بعض الارقام. في ناس عندها فضول ترى الا تبي تعرف زين، هذا الفضول ممكن يصير فيه اختراق حق الجهاز. نعم. هذا اللي ضيعنا الفضول. نعم. لان في بعض الناس يعني يقول معقوله دازي له هديه؟ لا، ما حد راح يدز لك هديه. ما حد يعني مستحيل احد يقول لك هاك هذا مبلغ اي ما مستحيل. صح. فاذا طالب انت ممكن. ايضا اليوم في السوشيال ميديا انستغرام وسناب شات في طريقتين للتاكد، يدزون لك رساله على تليفونك. نعم. فحاول ان يعني واحد يسعى الواتساب. نعم. سناب شات انستغرام. صحيح. الواحد يسعى ويتاكد من هذا الجوانب، وبعدين اذا اخترقوه بعد يعني انت يبونك اكيد. طبعا. لكن بشكل عام يعني كلنا يعني مستخدمين على قدنا بالمعلومات، معظم الناس يعني ما هم متخصصين في استعمال الاجهزه. صح. ولا هم متعمقين في مجال تطوير البيانات. صحيح. ولا يعرفون بالبرمجه. بالطبع. وما الى ذلك. فلذلك احنا نسوي الاشياء البسيطه اللي علينا، اللي هي مثلا لا تحفظوا رقم السري بالتليفون، وتكتبون رقم بطاقه البنك رقم التليفون. لا تحطونه بالنوت بالايفون اللي هو هذا الملاحظات اللي تكتبون فيه عدل، ويعني لا يكون شيء سهل جدا ومكشوف. صح. للناس صعب ارقامكم السريه، كثروا من عمليات التاكد، حطوا رقم تاكد عن طريق رقم الهاتف او من خلال الايميل وغيرها من ارشادات بسيطه، وكل يوم تحميك. فعلا. تحمي فلوسك وتحمي بياناتك وتحمي اسرتك. فعلا هذا اللي يقول بقاها طرب صارت نشب. إيه؟ فديروا بالكم يعني، انتم تبون الشغله تفيدكم لا تنقلب عليكم. إيه؟ وتحتفسون وتصير سالفه وقضيه وتعال. أعتقد. روح دور التليفون ولا دور البيانات ولا دور المدري شنو. فبالتالي خليكم بسيف سايد، لا تدخلون في متاهات عشان تكونون بسيف سايد، خاصه كبار السن اللي يستخدمون التكنولوجيا هذه، فساعات يضيعون ويستقبلون هذه. صح. الاتصالات ويطرشون لنا اياها. فديروا بالكم. احنا نقول الله يرحم تليفون بوليت. اي والله كان امان. صح. بس المستهلك إيه فقط لا غير. كان انه بسيط ولا في مشاكل ولا. أبداً. في بس قريت رساله وما ردت عليها. باقي بالرساله شيء ما وصل. إيه 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 جزء من النص جزئين جزئين. وعلى ما تكتب كلمه يبي لك 300 دقمه. دقمه على نفس. وكل جزء من النص مفقود، وان شاء الله ما حد يفقد غالي ولا تفقدون رساله عزيزه عليكم كنتوا ناطرينها. وانتم ان شاء الله ناطريننا في هذه الحلقه، نبي نشوف معاكم برومو لضيوف وفقرات لهذا اليوم من برنامج صباح الخير الكويت بعد فاصل. ضيوف حلقه اليوم: الدكتور عمر لدويله، اختصاصي جراحه القرنيه والماء الابيض وتصحيح النظر. عبد العزيز لتويجري، أمين صندوق رابطة الأدباء الكويتيين. عبد العزيز الخبيزي، مشارك الأبحاث في معهد الكويت للأبحاث العلمية. رجعنا معكم مشاهدينا، وراح نستكمل فقراتنا في صباح الخير يا كويت. حالة الطقس تأثر بشكل كبير. يمكن الأيام اللي طافت كانت الرطوبة النسبية فيها ارتفاع ملحوظ، لكن بالنسبة لهذا اليوم والأيام القادمة الله أعلم، بس أنا كنا شفت الصبح مبكر ما أدري إذا هذا 29% كانت الرطوبة. ممتازة. هل في ارتفاع ولا لا؟ حرارة ممتازة اليوم الصبح. وأنا اليوم يعني مبكر وللأمانة الجو حلو. كم كانت؟ ما ادري بس اتوقع بالثلاثينات يعني مقبول، مبطل الدرايش يعني الفير قبل تطلع الشمس. زين. بس لما تطلع الشمس طبعا يصير الجو حار. بس يعني لمحبي رياضه المشي الفير ترى وايد زين، بعد صلاه الفير اجواء حلوه تكون. نبي نعرف تفاصيل الطقس والحاله الجويه الايام القادمه وفي نهار اليوم مع الزميل ضرار العلي. ننتقل معاكم الى هذا البث المباشر من المركز العلمي. زميلنا ضرار صباح الخير. صباح الخير عبد الرحمن، وصبح بالخير على جميع الزملاء في الاستديو، كذلك صبح بالخير على مشاهدينا مشاهدين برنامج صباح الخير يا كويت. بالفعل يمكن درجات الحرارة خاصة الصغرى نلاحظها منخفضة،
27 درجة مئوية إلى 26 درجة مئوية سجلت في المناطق الغربية من دولة الكويت. بعض المناطق القريبة من السواحل يمكن سجلت أقل من 30، 29 و30 في بعض الأماكن. بالضبط الفير الجو يكون معتدل، لكن من تطلع الشمس يبدأ الجو شوية ترتفع الحرارة ويبدأ الجو يكون مائل للحرارة. بالضبط مثل ما تفضلتوا توا أن درجات الحرارة أو الرطوبة النسبية شوية انخفضت من عن الأيام اللي طافت، وهذا بسبب الرياح الشمالية الغربية حاليا اللي قاعد تأثر علينا، وبالتالي انخفاض الرطوبة النسبية راح يكون خلال هاليومين والباقي إن شاء الله بالنشرة. إن شاء الله أكيد زميلنا ضرار يهمنا نعرف تفاصيل أكثر بالنسبة لحالة الطقس، لكن من بعد الفاصل. صباح عليكم بالخير مشاهدينا الكرام. والطقس المتوقع خلال اليوم والأيام المقبلة، نبدأ بالطقس الحالي في مدينة الكويت. حاليا يمكن درجة الحرارة تتراوح ما بين 38 إلى 37 درجة مئوية، كذلك الرطوبة النسبية تقريبا 18% حاليا، وأيضا الرياح حاليا شمالية إلى شمالية غربية على خاصة على المناطق الغربية من دولة الكويت، لكن السرعة خفيفة حاليا 8 كيلو تقريبا في بعض المناطق، الرياح جدا هادئة خاصة على المناطق الساحلية. أما الرؤية الأفقية حاليا فتقريبا تتراوح ما بين 8 كيلو في الجنوب عفوا و9 كيلو مطار الكويت والمناطق اللي حوله. نهار اليوم إن شاء الله الطقس راح يكون شديد الحرارة وأيضا رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 8 إلى 30 كيلومتر في الساعة. درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم بالنهار 47 درجة مئوية، والصغرى تنخفض إلى 28 درجة مئوية. أما الليلة بإذن الله راح يكون طقس حار إلى مائل للحرارة، وأيضا استمرار الرياح الشمالية الغربية أيضا راح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 8 إلى 30 كيلومتر في الساعة. أما في النهار اليوم متوقع أن تنشط الرياح الشمالية الغربية على بعض المناطق، تنشط على فترات مما يؤدي إلى إثارة بعض الأتربة، وأيضا راح نلاحظ يمكن انخفاض الرؤية الأفقية بسبب الغبار المحمول إن شاء الله خاصة على المناطق المكشوفة. حالة البحر المتوقعة خلال ال 24 ساعة المقبلة راح يكون البحر خفيف إلى معتدل، الموج يعلو أحيانا خاصة داخل البحر، لكن يعني المتوقع أنه راح يكون ما بين 2 إلى 5 أقدام. المد الأول بإذن الله اليوم الساعة 1 الظهر، والمد الثاني الساعة 1:30 دقيقة بعد منتصف هذه الليلة. الجزر الأول الساعة 47 دقيقة مساء اليوم، أما الجزر الثاني باكر الصبح بإذن الله الساعة 57 دقيقة. ني وياكم المواقيت، موعد غروب الشمس وصلاة المغرب اليوم إن شاء الله الساعة 5:58 دقيقة، موعد أذان الفير أو صلاة الفير باكر بإذن الله الساعة 4:11 دقيقة، شروق الشمس باكر بإذن الله الساعة 5:31 دقيقة. ني وياكم للطقس المتوقع خلال الأيام المقبلة، راح نلاحظ يمكن انخفاض تدريجي في درجات الحرارة خاصة الصغرى أيضا العظمى، يمكن الصغرى قاعد نحس فيها أنها تنخفض واعتدال بالطقس خاصة فترة الفجر، لكن راح نلاحظ انخفاض بدرجة الحرارة العظمى خلال الأيام المقبلة إن شاء الله. يوم الثلاثاء راح يكون حار ورطب على المناطق خاصة على المناطق الساحلية بسبب تقلب الرياح وتحولها إلى جنوبية شرقية، راح تزيد شوية الرطوبة النسبية يوم الثلاثاء. درجة الحرارة العظمى المتوقعة تتراوح ما بين 45 إلى 46 درجة مئوية، أما الصغرى فتنخفض إلى 27 درجة مئوية. يوم الأربعاء إن شاء الله راح يكون طقس حار أيضا ورطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية، الرياح راح تكون متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية أيضا، سرعتها ما بين 8 إلى 32 كيلومتر في الساعة. درجة الحرارة العظمى المتوقعة 45 درجة مئوية، متوقع أن تتراوح ما بين 44 إلى 45 درجة مئوية، والصغرى تنخفض إلى 28 درجة مئوية.
أما يوم الخميس فراح يكون طقس حار، متوقع هني أن تنزل درجة الحرارة عن الأيام اللي قبلها، لكن يعني المتوقع مع تحول الرياح إلى شمالية غربية راح تكون خفيفة إلى معتدلة سرعة ما بين 12 إلى 38 كيلومتر في الساعة، لكن مع تحول الرياح إلى شمالية غربية راح تنخفض الرطوبة النسبية. أيضا درجة الحرارة العظمى راح تتراوح ما بين 43 إلى 46 درجة مئوية على بعض المناطق، لكن متوقع أن أقصى درجة حرارة راح توصل هي 46 درجة مئوية، لكن في بعض المناطق راح تكون درجات الحرارة في أوائل الثلاثينات تقريبا، والصغرى المتوقعة 29 درجة مئوية. استمرار الرياح الشمالية الغربية إلى يوم الجمعة إن شاء الله القادم راح نلاحظ انخفاض بدرجة الحرارة، زائد هناك متوقع نشاط في الرياح الشمالية الغربية قد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية خاصة على المناطق المكشوفة والبرية بإذن الله. كانت هذه النشرة الجوية، والله تعالى أعلى وأعلم. الآن العودة إلى الزملاء في الاستديو لتكملة باقي فقرات برنامج صباح الخير يا كويت. نعم، كل الشكر لك يا زميل ضرار العلي على هذه الأخبار والنشرة الجوية، وإن شاء الله الأيام القادمة يعني مشابهة مثل ما شفتي أسماء، إن شاء الله الجو يتعدل شوي بس قاعد شوي تنزل يعني الحرارة شوي، لكن أفضل من الأيام السابقة يعني هي رطوبة، بس باكر ترى في شوية رطوبة مثل ما قال زميلنا ضرار العلي، وإن شاء الله نشوف استقرار في حالة الطقس. ننتقل معكم مشاهدينا أيضا إلى فقرتنا القادمة، الطرق في دولة الكويت هل في ازدحامات واختناقات مرورية؟ تفاصيل أكثر معكم غادة وإثمان. شكرا أسماء، شكرا عبد الرحمن، وأكيد من حالة الجو إلى حالة طرقات الكويت الغالية، يعني بما أن الأجواء صارت أوكي الحمد لله وقاعد تنزل درجات الحرارة، أتوقع أن حتى الواحد وهو يقود سيارته يكون شوي منشرح فعلا. أي ويعني وفي خلنا نقول احترام وذوق للشارع اللي هو يكون فيه. أكيد الطقس يأثر على النفسية وبالمقابل يأثر على طريقة قيادة المركبة فعلا كبير. نتأكد من هذه المعلومات من الرائد عبد الله أبو حسن ضابط قسم العلاقات العامة والإعلام الأمني بإدارة العامة للمرور، حياك الله معنا. الله يحييك ويسلمك، اصبح عليكم بخير زميل عثمان وزميل التقادة وزملائي بقية زملائي بالاستديو كذلك مشاهدين تلفزيون دولة الكويت. مثل ما تفضلتم بالبداية نوعا ما النفسية تدخل في اسلوب القيادة وطريقة القيادة وطولة البال خاصة في الفترة هذه بعد تحسن الجو، شاهد الناس يعني بدأت شوي تتسامح أكثر في أثناء القيادة فعلا. يمكن هذا المثال يضرب خاصة فترة الشتاء نوعا ما الأجواء باردة، حتى لو واحد طاف لف عليه تلقاه يسامحه، لكن في فترة الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة راح يكون شوية فيها شد، فيها نوعا ما رفض لأي سلوك قد يكون يعني بشكل غير مقصود من قبل أي قائد مركبة، فهذا يمكن تأثير النفسية على القيادة أو تأثير الجو على النفسية أثناء القيادة. لكن احنا دائما نقول القيادة تبقى فن وذوق وأخلاق، ودائما نتمنى من الكل أن يلتزم في هذه المقولة حتى يعني نقود في أمن وأمان على الطرقات إن شاء الله بإذن الله. وهذا أهم شيء الواحد يتحلى فيه قائد المركبة، أن فن وذوق وأخلاق أثناء قيادته لسيارته. رائد عبد الله أبو حسن بنترك لك إن شاء الله الهواء بعد الفاصل حتى توافينا بآخر أخبار طرقات الكويت الغالية. أسعد الله صباحكم أعزائي المشاهدين بكل خير، متواجدين معكم في كل يوم وفي كل صباح في الإدارة العامة للمرور وبالتحديد في غرفة التحكم اللي من خلالها يتبع التحكم بالتقاطعات المرورية ومراقبة الطرقات والأماكن الحيوية. من خلال البلاغات اللي وردتنا غرفة تعميلات وزارة الداخلية 112 كان هناك العديد من البلاغات، لكن لله الحمد تواجد رجال الأمن وانتشارهم على الطرقات ساعد الوصول إلى هذه البلاغات وإجراء اللازم بأسرع وقت ممكن وتسهيل وتنظيم الحركة المرورية حتى نقود المركبات بأمن وأمان على الطرقات، وخاصة في فترة الصباحية فترة الذروة فترة يكثر فيها الكثافة المرورية على معظم الطرقات، لكن قد يكون هناك بعض البلاغات المرورية اللي ما زال جاري التعامل معها أو نقول أثرت على انسيابية الحركة المرورية، من أهمها وتعطل تقاطع إشارة الفحيحيل. لله الحمد تم إصلاح هذا التقاطع وعودة الحركة بشكل طبيعي، لكن قد يكون هناك بعض الكثافة المرورية نتيجة تراكم المركبات. كذلك بالنسبة للبلاغ الآخر اللي ما زال جاري التعامل معه وتعطل نساف على طريق داري السابع
بعد جسر صليبية باتجاه الجهرة. فكذلك أتمنى من أخواننا قائدي المركبات أخذ الحيطة والحذر. للعلم الدوريات موجودة في نفس مواقع الخلل، لكن نحتاج التعاون، نحتاج عدم الوقوف، عدم التصوير، عدم استخدام الهاتف نقال باليد أثناء القيادة، وخاصة بالغرب من مواقع الحوادث المرورية والبلاغات الخاصة بتعطل المركبات وغيرها من الأمور. كذلك يمكن هذا الشيء يعني يدخل في موضوع الحرص والاستمرار في صيانة المركبة والتأكد من سلامتها، أن دائما سلامة المركبة مرتبط بارتباط مباشر بسلام قائد المركبة وجميع مستخدمين الطريق. أما بالنسبة للحركة المرورية على طرقات دولة الكويت ومن خلال هذه الكاميرات اللي تشاهدونها معنا في الخلف ومن خلال متابعتنا لآخر البلاغات، نشاهد أن هناك انسيابية بالحركة المرورية، قد يكون هناك كثافة مرورية على الطرق المؤدية إلى المدينة ومنها طريق الملك عبد العزيز اللي هو طريق الفهيل باتجاه المدينة. كذلك بالنسبة للطريق الآخر هو الطريق الحيوي اللي باتجاه المدينة هو طريق الملك فهد، نشاهد أن الكثافة في المرورية في موجودة، وخاصة نحن نقول الكثافة يعني في وقت الذروة لأوقات ذهاب الموظفين لأعمالهم، وتنحصر الكثافة دائما ما بين تقريبا الدائرة الثالث حتى الدائرة الأول، لكن شاهدنا تدريجيا بدأت الكثافة تزيد في اليومين السابقين نتيجة يمكن دخول أو عودة المدارس الخاصة وكذلك عودة بعض المعلمين، وكذلك أعتقد أن المعلمين سيعودون بشكل كامل في يوم غد. فبالتالي هذا الشيء راح ينعكس على انسيابية الحركة المرورية، راح يزيد من نسبة الكثافة المرورية على الطرقات. لكن دائما نقول اختر الوقت المناسب واختر الطرق المناسبة وتأكد من معلوماتك المرورية، وخاصة عن موضوع التحويلات المرورية وأعمال الطرق اللي موجودة على الطرقات العامة حتى تتفادى هذه الطرق وتستخدم الطرق البديلة. يمكن من أهم مواقع اللي فيها أو ما زال فيها الأعمال المستمرة اللي تأثر على انسيابية الحركة المرورية هو طريق الدائري الخامس مع تقاطع دمشق. فبالتالي هذه الأعمال مستمرة يعني حتى تنتهي من هذا، يتم الانتهاء من هذا المشروع تطوير شبكة الطرق. كذلك عندنا بداية طريق الدائري الثاني، بداية طريق الدائري الثالث، شارع القاهرة، يمكن هذه من الطرق الحيوية اللي يستخدمها الكثير من قائدي المركبات وما زال جاري تطوير هذه الطرق. وبالتالي من الضروري عليك اليوم أنك تستخدم الطرق البديلة وتعرف أي طريق بديل لوجهتك المطلوبة، حتى في حال وجود أي لا سمح الله أي حادث مروري أي عرقلة مرورية تستخدم الطرق البديلة للوصول إلى وجهتك دون أي تأخير. كذلك اختيار الوقت المناسب، مثل ما قلنا اختيار الوقت المناسب يعتبر من الأشياء المهمة والأساسية. حاول دائما احط لك وقت احتياطي، تطلع بشكل يعني نقول بكر شوي حتى لا سمح الله صار في أي مشكلة بالشارع تقدر أنك تتفادى أو ما تدخل في مرحلة التأخير ونوعا ما تتأثر أثناء القيادة. مثل ما ذكرنا بالبداية أن نوعا ما الطقس يأثر على طريقة القيادة وعلى سلوك قائد المركبة، كذلك الوقت عامل الوقت يأثر بشكل كبير. لو الشخص تأخر اليوم راح تشاهده نوعا ما يمين يسار يحاول يطلع من حارة لحارة، ينتقل بشكل سريع، يحاول أن يتفادى، يحاول أن يعني يوصل إلى وجهته بأسرع وقت ممكن. لكن إذا كان عندك متسع من الوقت راح تسوق بريحية دون أي ربكة دون أي خلل، وحتى كذلك ما تتسبب في أي مخالفة مرورية وما تعرض حياتك وحياة الآخرين للخطر. يمكن هذه يمكن بخصوص الحركة المرورية لهذا اليوم. أما بخصوص النشاط المروري قامت فيه الإدارة العامة للمرور، إدارة العامة للمرور قامت في الضبط يمكن في اليومين السابقين شاهدنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيديو تناقل عن حافلة يعني كانت يعني يخرج منها دخان كثيف يأثر في سلامة البيئة. فبالتالي قامت الإدارة العامة للمرور بعد إرسال الشكوى عبر هاتف عبر خدمة الواتساب الخاصة بالإدارة العامة للمرور بطلب المركبة وإجراء اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها بحجز المركبة ومخالفتها نتيجة خروج دخان كثيف من العادم، وهذا شيء يأثر على سلامة الجميع. كذلك بالنسبة لي يمكن الحملات المرورية اللي قامت في الإدارة العامة المرور تم ضبط 106 مطلوب وضبط 108 مركبة من قبل شرطة النجدة في الأسبوع السابق، وكذلك تحوي حالة ما يقارب 25 شخص إلى نيابة إلى المخدرات نتيجة اشتباه في مواد تعاطي، وكذلك تحرير ما يقارب 12 ألف مخالفة مرورية. فبالتالي هناك العديد من الأنشطة اللي قاعد تقوم فيها الإدارة العامة المرور ضبط المخالفين والخارجين على القانون بالإضافة إلى قطاع شرطة النجدة. كذلك مشاركة الإدارة العامة للمرور في مبادرة رقمية رقمنة الخدمات الرقمية اللي من خلالها يتم تطوير الخدمات وتسهيلها وتحويلها عبر خدمة الأونلاين لجميع المواطنين والمقيمين. كذلك قامت شرطة النجدة بالعديد من الحملات المرورية والأمنية في منطقة خيطان ومنطقة العرضية الحرفية، بالتالي الحملات المرورية مستمرة لضبط المخالفين والخارجين عن القانون. وبالتالي احرص دائما على التأكد من صلاحية
الأوراق الثبوتية الخاصة في المركبة أو دفتر الملكية الخاص بالمركبة، وكذلك رخصة القيادة. دائما تأكد أنك ما تطلع إلا من خلال بحمل هذه الأشياء أو من خلال استخدام تطبيق هويتي اللي من خلاله ممكن استخدام رخصة القيادة أو البطاقة المدنية لإبرازها لي رجال الأمن عند الطلب. هذه يمكن كانت أخبارنا المرورية لهذا اليوم. أتمنى دائما من إخواننا المواطنين والمقيمين الحرص على اتباع التعليمات والإرشادات المرورية اللي دائما وضعت لسلامتهم وسلامة الجميع، حتى نحافظ على حياتنا من أي خطر قد يقع على الطرقات. دائما احرص على صيانة المركبة والاهتمام فيها حتى لا تعود بالمضرة عليك، خاصة أثناء استخدامك للمركبة على الطرقات العامة. لكن سؤالنا اليوم لزملائنا بالاستديو، هل من الممكن اني اركب ستاره اليوم انا بستغني، او انه يقول لك ان انا اليوم ما ابي اضلل ما احتاج التضليل، فهل اقدر استخدم ستاره بدال التضليل؟ والله اعتقد يعني، وسامحني على هذا الاعتقاد، ممكن يكون صح ممكن يكون غلط، لكن اتوقع انه ممنوع او ممكن حق الكشن الخلفي ممكن، لان نفس الشيء هو يعيق النظر. صحيح، يمكن الاجابه صحيحه ان تركيب الستائر يعتبر مخالف للقانون، أنه يحجب النظر ما بين قاعدة المركبة وما بين الأشخاص برا، وكذلك ما بين الأشخاص المتواجدين بالمركبة، ويمنع رؤية رجال الأمن للأفراد الموجودين بالمركبة في لا سمح الله في حال وجود أي طارئ. فبالتالي هذا الشيء يدخل من الجانب الأمني ومن الجانب السلامة المرورية الخاصة بقاعد المركبة، فيمنع استخدام الستائر في حال القيادة على الطرقات العامة. لكن اللي بيستخدمها اليوم أنت كنت صافط واقف في أي مكان، تقدر تستخدم ستائر نوعا ما حتى تخفف أو تحجب عنك الشمس حتى تستمر بالقيادة. لازم أنك تشيلهم وتقود المركبة دون تركيب أي ستائر داخل المركبة. شكرا لك رائد عبد الله ابو حسن، ضابط قسم العلاقات العامه والاعلام الامني بالاداره العامه للمرور. وروح وين الحين؟ نروح اول شيء، بس شفتي شلون اجابتي صح؟ حاضرين. طبعا ننتقل الحين بعد ما جاوبنا هذه الاجابه وتاكدنا من بعض المعلومات المروريه، ننتقل الى فقره الرياضه مع عبد الرحمن واسماء. تمارين اليوم شلون؟ يعطيكم العافيه، بس دير بالك تحط برده بالسياره، ممنوع ترى. اقول لك من الحين مو تقول مسموح. تمام، قواك الله. نعم، يوميا في صباح الخير الكويت تكون عندنا فقره رياضيه نستمتع من خلالها بتعلم بعض المهارات الرياضيه والتمارين الجميله الخفيفه اللي ممكن ان احنا نمارسها اليوم في البيت من غير ما نروح النادي، واحنا نشجع نفسنا ونشجع الساده المشاهدين ما نروح النادي. ممكن اذا انت متاكد من التمرين قاعد طبقه صح ممكن. نعم. انا واحده من الناس متاكده من تماريني، فاسوي التمارين داخل البيت اللي ما عنده وقت. ما تقول ما عندي وقت اروح النادي، لكن عندك وقت تسوي. نعم. رياضه داخل البيت. احنا بنعرف تمريننا لهذا اليوم مع الكابتن علي حسين، واكيد نصبح عليك بالخير. واليوم كالعادة أكيد تمرين راح يكون مهم جدا لنا. صباح الخير، صباح عليكم زملائي وصباح على أعزائي المشاهدين. إن شاء الله اليوم التمارين مختلفة وجديدة إن شاء الله. نعم بإذن الله، وأكيد تفاصيل أكثر معاك من بعد هذا الفاصل. صباحكم الله بالخير أعزائي المشاهدين، صباح النشاط. اليوم إن شاء الله التمارين بتكون تمارين مهمة وأساسية لعضلات الظهر السفلي، فالأغلب عنده مشاكل في العضلات هذه، فبنحاول اليوم نطبق بعض التمارين اللي تفيدنا لتقوية المنطقة السفلية من الظهر. تمام، وبالتالي راح تخف عندنا آلام الظهر، راح تخف عندنا مشاكل الظهر، نفس ما نقول ممكن الظهر يكون يابس أو الظهر على قولتهم تكون في آلام من كثرة الجلوس أو كثرة الوقوف، تصير في آلام في أسفل الظهر، فنحتاج أن نقوي المنطقة هذه، بالتالي الشخص راح يكون قادر أنه يمارس حياته اليومية بشكل طبيعي من غير أي آلام أو مشاكل، فنحتاج أن نقوي العضلة. في البداية نبي نحاول أن نسخن المنطقة الجزء الوسط من الجسم، فأول شيء نبي نطبق الإطالات الحركية. في البداية أبي أحاول أن أحرك عندي الحوض، فراح أحاول أن أحرك الحوض طريقة دائرية كثر ما أقدر، أن أحرك الحوض بشكل دائري، بالتالي راح أحرك عندي عضلات الهب واللور باك بشكل كامل. بالطريقة هذه بالتالي راح أعكس المنطقة الثانية، أحاول أن الحوض يتحرك معي 360 درجة، بالتالي راح أحركه بطريقة تكون مرنة مع التمرين، بالتالي للأمام ثم للخلف، أحاول أني أدفع بالحوض للأمام ثم للخلف بالشكل هذا. تمام، ثم راح أدز من رجلي اليمين، والدزة تكون أو الدفع يكون من حيث الحوض، فأدفع من حيث الحوض بالطريقة هذه، فالدفع يكون من منطقة الحوض وليس من الركبة. الحين قاعد أحس في الظهر في الهب، قاعد يشتغل عندي بشكل كامل، قاعد ألين المنطقة قبل ما أمرنها تالي للداخل بالطريقة هذه. أيضا الهب قاعد يشتغل معي بشكل كامل، حاول أن الدفع يكون من حيث
الحوض وليس من الركبة. تالي أبدل كل بساطة وكل سهولة تمارين اليوم ممكن نطبقها في البيت أو أنه ممكن نطبقها في النادي كتمارين تكميلية إذا كانت في النادي بالشكل هذا. ثم للداخل بكل بساطة، ممكن البعض ما يكون عنده توازن فممكن يثبت على أي مجسم بحيث أني أكون توازن علشان توازن الجسم. ثم للداخل بالطريقة هذه، تمام؟ طيب، فالحين كثر ما أقدر راح أحاول أنزل بطريقة سليمة بطريقة صحيحة، فركز معي في النزول. أول شيء الظهر راح يكون عندي مفروض، الأكتاف راح تكون عندي للخلف، راح أحاول أنزل للأسفل، راح أنزل من حيث الجزء العلوي، الجزء السفلي راح يكون عندي ثابت، فما راح أنزل من الجزء السفلي، النزول فقط يكون من الجزء العلوي، وأحرك معاي الهب والرجل تكون ثابتة. أول شيء راح ننزل بالطريقة هذه، أتخيل إن أنا ماسك وزن كتسخين عندنا 10 تكرارات، تمام؟ راح أنزل بالطريقة هذه، الصدر يكون للأعلى والأكتاف تكون للخلف. ثاني مرة ألاحظ إن الأكتاف تكون للخلف أثناء النزول، أنزل ثاني مرة بالطريقة هذه، تمام؟ وأصعد لفوق وأوسع عندي اليدين تكون على الأجناب. ثاني مرة كنزول وكصعود كامل، كثر ما أقدر أثناء الصعود لما أصعد أدفع من الحوض للأمام وأحاول أني أشد عندي منطقة الظهر السفلي ومنطقة الجلوتس أو المنطقة الخلفية. ثاني مرة أنزل بالطريقة هذه، ألاحظ تكنيك شلون يكون بطيء، أحاول أني أركز في تكنيكي، أحاول أني أصعد بطريقة سليمة، أحرك عندي عضلات الظهر السفلي وأريح. تالي راح ناخذ وزن، لما نبتدي في وزن واحد تمام، فيفضل أن ناخذ وزن بسيط، بعدها ممكن أن نزيد في الأوزان. طيب عندنا وزن دامبل، تمام، راح أحاول الحين أني أثني الرجل، تمام، الرجل تكون عندي شوي مثنية والثانية أرفعها، أرفع عندي الأمشاط والكعب يكون في الأرض، فراح أنزل باليد تكون معاكسة مع ارتفاع القدم بالشكل هذا. أحاول أني أنزل بالطريقة هذه وأصعد لفوق. أثناء النزول شنو راح أحاول؟ راح أحاول أحس أن الظهر ممكن يكون عندي شاد، راح أحس أن ظهري كنا يابس مو قادر أنزل، فهني معناته أن الجسم يابس، فنحاول أن ننزل بطريقة بسيطة ومع جولة ثانية وثالثة بعدها راح يفتش عندي الألم والعضلة عندي راح تقوى في نفس الوقت. ثاني مرة أرفع عندي رجل، أحاول أن الركبة تكون مفرودة أو مستقيمة، تمام، لما أنزل ما أنزل من الأكتاف، صدري يكون فوق، أكتافي تكون للخلف، لاحظ النزول بالطريقة هذه، فأنا لما أنزل مو قاعد أجدم أكتافي بس أبي أقط أكتافي، لا، أكتافي تكون ثابتة وأنزل من ظهر، نقطة جدا مهمة. بالطريقة هذه أنزل وأصعد لفوق، أحس الظهر يكون عندي شقال طريقة كاملة 10 تكرارات. تالي أبدل نفس الطريقة، أبدل عندي الرجل وأبدل أيضا عندي الذراع، خليكون أنا واضح الكاميرا، أيضا أبدل الذراع نفس الطريقة، أحاول أنزل طريقة كاملة، ما أسحب أكتافي للخلف، أكتافي تكون ثابتة، تمام، أنزل كنزول كامل، راح أحس في منطقة ظهر سفلي في الجنب الأيمن تشتغل عندي بطريقة كاملة بالشكل هذا وريح. هذا بالنسبة إلى التمرين الأول، وخلي الوزن. فلاحظنا في التمرين الأول أنه بدلنا عندنا الرجل، تمام، نفس ما قلنا حاولنا أنزل من حيث الحوض، ممكن الجسم يكون يابس فأبتدي في وزن بسيط، بعدها ممكن أدرج في الأوزان. بالنسبة للتمرين الأول 4 جولات 10 تكرارات، ناخذ راحتنا في الوزن، ناخذ راحتنا في النزول على الراحة، ما نبي ننزل بطريقة سريعة أو بطريقة أن تكون بس أبي أخلص تكراراتي، أبي أنزل بطريقة سليمة بحيث أني أستفيد من التمرين. هذا بالنسبة إلى التمرين الأول. عندنا التمرين الثاني، راح أخذ وزن، التمرين الثاني راح أخذ وزن أثقل ويكون وزن واحد، هني جسمي شوية تهيئ للتمرين وأقدر أشيل وزن أو أرفع في وزني، فراح أخذ وزن كتلبل على سبيل المثال أو وزن دامبل، تمام، بس عفوا أخذ الوزن، تمام، فراح أحاول أن أنزل بالطريقة هذه، خل أعدل المكان، أنزل. فراح أحاول الحين لما أنزل، تمام، راح أوسع شوية عندي الرجل نفس الطريقة، أكتافي للخلف، الصدر يكون للأعلى. عندنا التمرين هذا فقط الأخير، لاحظ طريقة التمرين أو طريقة التكنيك، ركز معي، لما أنزل أنزل والصدر يكون لفوق وأصعد للأعلى نفس الطريقة، أدفع من حيث الحوض، تمام، صدر يكون للأعلى بالشكل هذا، أحاول أنزل كنزول وكصعود كامل. بالنسبة للمسكة ممكن أن المسكة تكون كذي، أو أن البعض ممكن أن يفضل يمسك المسكة بالطريقة هذه، تمام؟ أنا أفضل بالطريقة هذه عشان الأكواع تكون عندي للخارج بالنسبة لليدين. ثاني مرة نزول وصعود كامل، لاحظ الظهر عزيزي المشاهد، الظهر ضروري أنه يكون عندنا تقوس أو يكون عندنا أرش، فالظهر ما يكون بطريقة نزول الركوع العادي، لا،
ظهري يكون مقوس بطريقة سليمة، أن أجاف ظهري وأحمي ظهري من حيث إذا الوزن كان ثقيل. تمام؟ أنزل بالطريقة هذه كصعود وكنزول كامل، قاعد أحس في عضلات الظهر تكون عندي قوية. أثناء الصعود أصعد وأدفع من حيث الهب، تمام؟ فما أسحب من الإيد، الإيد مجرد قرب أو مجرد هوك، فأنا مو قاعد أسحب من إيدي، قاعد أسحب من الظهر السفلي ومن الجلوت وأدفع أيضا من الرجل. تمام؟ بالشكل هذا نزول وصعود كامل، آخر تكرار أصعد وأنزل كاملة وأخلي الوزن على الأرض. طيب، هذا بالنسبة إلى تمارين اليوم. تمارين اليوم جدا مهمة ومفيدة إلى عضلات الظهر السفلي، الشخص الرياضي أو الشخص الغير رياضي. وبالنسبة للرياضيين، كثير من الرياضيين مثل لاعبين مثلا الجري أو السباحة أو لاعبين كرة القدم ممكن ما يطبقون التمارين هذه، بالتالي أثناء الرياضة رياضتهم إذا كانت سباحة أو ركض أو أيا كان ممكن ظهرهم على قولتهم يحس بآلام في الظهر، أو ظهري شد، إيش حقي ظهري شد وأنا قاعد أركض، أو إيش حقي ظهري شد وأنا قاعد أركب الدراجة. ليش؟ لأن الظهر عندنا ضعيف، فنبي نحاول أن نقوي عضلات الظهر بالتمارين اللي طبقناها مساء، بالتالي راح نتفادى المشاكل هذه. أتمنى استفدتوا من فقرتنا الرياضية اليوم، وانتقل الآن إلى زملائي في الاستديو. نعم، كل شكر لك كابتن علي حسين على هذه التمارين الرياضية اللي بالفعل نحتاج على أن نمارسها بشكل يومي حتى نحافظ على لياقة أجسادنا. ولازم تاكل الاكل الصحي. نعم، بس اليوم اليوم استثناء، اليوم استثناء مع اكيد وامس استثناء بعد امس طافتني كان في كيكه صح، في حلو بعد يعني لا تكثرون من السويت، لكن نعم. ممكن الواحد يدخله بين الوجبات يعني كميه بسيطه. نعم. انت اليوم راح تاكل وايد حلوه ولا بتقلل؟ شو انا قلت لكم؟ قلت لكم اليوم طبخه اليوم عزيزه علينا لانها جايه من البحرين، فنبي نشوفها معاكم مع الشيف عائشه والزملاء غادة وعثمان. صباح الخير، يعطيكم العافية، ما قصرتوا أول شيء. وهذا شيء زين جاي من البحرين. وتدرون دائما الشيء زين يجينا من البحرين. نعم. الحلوى البحرينية المعروفة دائما واللي نعشقها، وكل ما حد راح البحرين لازم تجيبوا لنا حلوة البحرين. بس اليوم بأنامل كويتية ونفس كويتي والشيف عايشة. صباح الخير. صباح الورد. سلمت أناملك بعد قلبي. يعني نقدر نقول أي أحد سافر البحرين ورجع ما مدى يسويها إحنا نسويها. حلوين حلوين. طبعا شنو أقول يعني المقادير المقادير هالحلوة. أولا أنا أحس الوصفة هذه لها معزة عندك. أحس أنا أحب بصراحة الحلوة، و ما توقعت ان اقدر انا اقدم بها يعني بهذه الطريقه. راح تجربون ان شاء الله. ممتاز. يعني بهذا الشكل يعني فاجأتي نفسك. فاجأت نفسي. حلوين طبعا هي مقاديرها، نشوف مقاديرها عندنا تقريبا الكميه، طبعا راح تطلع لنا هذه الكميه. ممتاز. يعني جدر ميديوم او على حسب المقادير. متوسط على حسب اي متوسط. هي الكميه متوسطه. تقريبا هنا عندنا كوبين من الشكر، عندنا مجموعه من المكسرات. المكسرات هذه راح يعني نضيفها داخلها وراح نزينها من فوق. عندنا هنا كميه يعني لازم تكون كريم بالهيل. ممتاز. عندنا هنا بودره زعفران، عندنا تقريبا نص كوب ماي ورد، نقعين في زعفران بس نص الزعفران وما يدور الزعفران عبد الرحمن خذا حق الشاي. عندنا هنا سمنة أو نقدر نضيف الزبدة تقريبا 40 جرام يعني قفشتين 3 كفاش. وعندنا نشا، النشا على حسب القوام اللي أنت تبيها. ممتاز. تبي القوام يكون مثلا تكون يامدة، تكون ساكة، أو أنه يعني شوي يعني انه تقدر تتحكم بالكميه. وعندنا تقريبا السلام عليكم وحياك الله. حياك الله. راح اضيف الباقي عندك. كرملنا الحين الشكر. احنا طبعا الشكر انا استخدمت تقريبا كوبين. حلو. لازم يتكرمل عشان نقدر نسوي. ايوه يعني فقسمنا قسمين عشان ندارك الوقت. بعد ما يتكرمل بعد شوي الشكر يعني انه يذوب الشكر. راح نضيف عليك تقريبا كوبين من الماء، نص يعني كوبين راح ناخذ بس نص كوب من الماء راح نذوب فيه النشا. ممتاز. والماء الباقي راح نضيفه على الشكر بس شوي. انا للامانه اول مره اشوف يعني طريقه صنع الحلوى، مع ان احنا
يعني دائما ما تكون موجوده بلشته ونحب ناكلها. هي يبي لها شويه طوله بال. اي بس انا ترى اول مره ادري انها تتسوى بالمقلب اللي بالمطبخ. مو شرط لان انا عبالي لازم ترى هي لها هذا اللي كنا شفت المقلب نفس التشاينيز الكبير. فانا استخدمت مقلة عشان الشكل انه يبين اول شيء بالكاميرا. طبعا زميلتنا غاده عندها اكيد معلومات حول تاريخ الحلوى. تاريخ الحلوى البحرينيه خيال بصراحه. نعم. وغنيه بالمكسرات مما لذ وطاب. ممتاز. ومن اي مكان تاخذها اكيد طبعا الناس تعرف وين تروح. نعم. بالبحرين صحيح. هناك ايضا الحلوى العمانيه لا ننسى ومعظم دول الخليج عندهم ألد. ليش الكويت ما عندنا حلوى؟ هذا السؤال. عندنا حلوى كل دوله لها حلويات شعبيه. لا حلوى نفس هذه عندنا وخضره وحمراء موجوده. بالعكس حلو هي بس اشتهرت بحلوى اشتهرت. نعم. وحلو ان كل دوله خليجيه يميزها شيء. يعني حتى انا اشوف اخواننا من دول الخليجيون ياخذون البقسام ياخذون الدرابيل الكويتي. نعم. فبالعكس يعني احنا هذا اللي يميزنا. فبالعكس يعني حلو احنا رهشنا ترى يميزنا في الكويت. الناس تيجي تاخذ الرهش تحديدا من الكويت لان ما حد يتقن صناعه الرهش. وعلى فكره حتى احنا لما نسافر نودي ويانا نقصه. صح. اي نعم. يطلبونها منا. يطلبونها فعلا. يبون الرهشه والدرابيل ودرابيل البيت ودرابيل الزعفران والحقام يتفننون. أيه. وقرص العقالي باشكال والورناق كرملت. اي غاده عندنا. ايوه كرملت. ما شاء الله يحترق الحين ايدينك دربات شوخري ورا. يلا الحين سبعه تش. اي راح نضيف الماي تقريبا كوب ونص ومن بعده بسم الله. طبعا هي طبيعي انها راح تطلع معنا كذي راح تصير. الو اليوم الكنترول بدال راح تجيب ريحه الشكل. الشكل عادي ما راح يشتغل. بس انه يبي لها شوفي شلون طلع الشكل. اي بس تاخذ لها شويه وقت. اهم شيء وقت اللي تكرملين قوم يا جماعة اليوم ريحة شكر مو ريحة بصل. ما تكرملين الشكل. تكرملينه تعطينا ما تعطينا درج يعني لون الكراميل البني الفاتح. اي لازم يغمج لون. اي ما يغمج وايد لانه اذا غمج راح تحصلين على المرورة. شوف عرفتي ليش احنا ما ندش المطابخ؟ ليش؟ عشان هذا المقطع. يعني احنا اذا سوينا كذي راح نكب الماي كله. لا هو لازم شيء بسيط تدير بالك او خصوصا الشكر. ترى الشكر لسه حتى هذا البخار يعني مشكور على المعلومه. الحين 100% ما راح ادش المطبخ. الحين بس شوي مجرد ما انه يذوب الشكر راح نضيف عليها. هني عندنا النشا ذوبته بنص كوب ماي. وعندنا يعني حتى لو هو عفوا بس شويه مد كذي راح تثقل وراح يذوب حلو الشكر الباجي. من بعدها راح نضيف عليها المكسرات. لا تلعب باغراضي بس قاعد اوريهم الشكل النهائي بس قاعد تشيك على الشكل النهائي قبل اوريك. هي حلوه ترى الحلوه اذا كانت بارده او حاره تاكلها. يا سلام. الحين نعطيها تقريبا صارت شوربه خمس دقائق. اي اصبر اصبر مستعجله يبي لها وقت. خمس دقائق يذوب الشكر. خمس دقائق تطول الحلوه شغلها. يعني انا اشوفهم يقعدون بالساعات وهم يشرخونها. يعني اذا كانت الكميه وايد احنا طبعا مسوين. طلعي لي غاده اذا غلط يحوسونها عشان ما لا يطقونها طقه. شوفوا عشان يضربونها مثل ما يضربون الهريسه. ايوه اي كذي. اي شوفوا هي طبعا اللي يفرق على العمانيه هذيك فيها حليب صح؟ شوفي انا لما قاعد اشوف تقريبا نفس الشيء بس انه شنو البحرينيه يضيفون سمنه والعمانيه يضيفون زيت. طريقة انه شنو تصبين شيء على شيء من قبل هذا اللي يفرق. في والله بعد غير الحلوى في خبيصة صح في وفي البثيث يسوونه. واحنا عندنا العصيدة اللي انت سويتيها مرة بثيث هالبيض. نبي بثيث مثل البثيث مثل البثيث عاد الحين البثيث شكله يطول الرطب والسوالف موجودين. جربانك شيف عاشة طلبات زادت بعد تقولون اكلات ما سمعنا فيها. والله حتى يعني بالسوشيال ميديا نبي كذي. هذا ليش كبير تسوينه سوي صغير. المهم احنا ترى ما لنا شغل بحد اليوم. هذه حلوة صباح الخير يا كويت. أيوة. أي. هذه باسم صباح الخير يا كويت. لازم مش اسمه نحط عليها شعار البرنامج. حلوة. لأن أنا ترى توني أدري إن بالكويت يسوون حلوة. ما عمري شفت.
حلوه. شوف الحين ضفنا. ليش ما في محلات بالكويت تسوي حلوه؟ بلى عندنا معروفه المحلات سوق الديره. حلوه 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 كويتيه. يسوون الحلوه الكويتيه. ما وعتيجه هذه المحلات معروفه تروح تاخذ منها تحديدا. بعدين ضفنا الزعفران. حلو. وضفنا بودره الزعفران هذه. عشان هذا اختياري عشان اللون. في هي نفسها الحلوه يسوونها لونها اخضر او كذي. انا افضل في الخضر وفي الحمر وفي اللون كنا مصوفر شوي. كركمي. ضفنا بعد الزعفران منقوع الزعفران بماي الورد. وراح نضيف الهيل وراح نضيف تدريجي السمنه. حلو. ونخليها شوي تطبخ وبالنهايه ان شاء الله اذا في وقت يرجع لنا. ترى احنا مسويين دايت شيف عايشه اليوم فراح ناخذ مكسرات ونمشي. انت اول واحد ترى راح ناخذ صحون مكسرات ونمشي. انت اول واحد جربت. حلوه ما احنا ماكلينها لا راح تعشقها. لا حلوه حلوه. نعطيك نعطيك. راح تجرب البارده. ايه. وراح تجرب الحاره وتعطينا رايك. لا تقولي يختلف. لا صدق يختلف الحراره والبروده. ما هو انت دائما سبحان الله شيء الفريش غير. حتى لما تسويها وهي حاره حلوه لما تاكل في ناس تفضلها لا تفضلها تكون بارده يعني. تسخنها في الميكروويف. نفس الشيء. نفس طبعا انت قاعد تشوفي من بلشنا المطبخ وانا احرك. لازم لا حبيبتي لازم لازم بس انه شنو لازم شيء ضروري انه تاخذين تاخذين الاطراف عشان ما تحترق الاطراف فعلا. ومن هذا تستوي. يلا خد شوفك. يلا صب الحين على طول. لا بعدها يبيلها لازم تثقل. خلص البرنامج ولا ما خلصت؟ حلوه. لا خلاص راح تخلص خلص راح تاكل لا تخلص ترى طاح فيها يا عبد الرحمن. يبي يبي 8 دقائق 8 دقائق. يلا البورصه ناطرين. روح حق البورصه. تمام باذن الله ان شاء الله نعطيكم الفاصل على ما تجهزون وتوصلون للطبق النهائي. ننتقل لفعلا لاهل البورصه. قبل اروح اهل البورصه ترى ريحه الاستديو صارت كلها هيل وزعفران وماي بورصه. العاده بصل. لا اليوم طيب حمسات. لازم يوم كذي يوم مطيبتنا. ما تشوف رائد ينبتش. بالعكس. طبعا نرحب فيك رائد في فقره المؤشر. شنو رايك واصله الريحه ولا للحين؟ اليوم عاد اليوم شيء حلو. صباح الخير عثمان. صباح الخير عبد الرحمن. صباح الخير غاده. صباح الخير ايضا الشيف عايشه. فعلا اليوم سويت وشيء حلو وخفيف ايضا. حلوه بحرينيه ترى اذا ما لحقت عليه. ننطر احنا ان شاء الله ما تخلص. يا رب ارتفاع في المؤشر وايضا وجبه لذيذه وحلوه خضراء يا رب ان شاء الله. طبعا زميل رائد المطيري والمؤشر لكن بعد الفاصل. يا هلا فيكم حياكم الله مشاهدين الكرام. اسعد الله صباحكم بكل خير. اهلا ومرحبا بكم في بدايه يوم جديد. وهذا اليوم هو ثاني جلسات هذا الاسبوع مشاهدين الكرام. الاسبوع الايجابي اللي راينا فيه اللون الاخضر وراينا ايضا فيه السيوله نوعا ما السيوله الايجابيه. لكن ايضا تاكدنا ان هناك تماسكا لبعض الشركات القياديه واللي حقيقه يعني اعطى نوعا من الامان لدى كثير من المتداولين على هذه المرحله بعد اسبوع دامي تراجعات يعني ومكاسب ايضا خسرناها في الاسبوع الماضي الاسبوع الاول من هذا الشهر. مشاهدينا الكرام في يوم الامس جميع مؤشرات السوق في المنطقه الخضراء ومنذ انطلاق جرس افتتاح الجلسه كان هناك دخول على بيتك ودخول ايضا على الوطني ودخول ايضا على الشركات القياديه بشكل واضح في اول ثلث ساعه. لكن بعد ذلك ضعفت القوه الشرائيه ويعني نوعا ما كنا قريبين من التراجع. لكن السيولة كانت تعيب حقيقة. جلسة الأمس كانت ضعيفة كانت عكس المتوقع. كنا متوقعين بقدر ما تراجعنا في الجلسات الماضية والأسبوع الماضي أن والله نعوض هذه الخسائر بسيولة عالية أعلى من مستوى 40 مليون. لكن كانت جلسة أيضا ذات لون أخضر وإيجابي ونأمل إن شاء الله أن نستمر في هذا المنوال في هذه الجلسة الثانية من هذا الأسبوع مشاهدينا الكرام. وكذلك أيضا النشاط على الشركات اللي يعني مقبلة على دمج كمشاريع والجرين. رأينا أيضا ضغوطات بيعية وكانت هي الأقل في التراجع أو الأعلى في التراجع في جلسة الأمس. وجدنا مشاريع وجدنا الغانم وجدنا أيضا كذا شركة. إذا مشاهدينا الكرام كان يوم إيجابي رغم التراجعات على بعض الشركات.
والآن مشاهدينا الكرام نذهب إلى الصحافة نطالع معكم أبرز العناوين قبل أن نذهب إلى الأخبار وكذلك العروض والطلبات من البورصة. نذهب إلى الصحافة نطالع معكم أبرز العناوين على الصحف الصادرة في صباح هذا اليوم مشاهدينا الكرام، بداية من جريدة الرأي. البترول تخطر المناقصات بحرمان المبادرين موردي المنتجات المستوردة من أفضلية السعر. تحت هذا العنوان تكتب الرأي حول هذا الموضوع ذاكرة في عنوانها الصادر أن الجهاز المركزي للمناقصات العامة أحاط علما بإفادة مؤسسة البترول المتعلقة برد إدارة الفتوى والتشريع بخصوص تطبيق المادة رقم 62 و62 مكرر من قانون المناقصات العامة والذي انتهى إلى عدم جواز تطبيق الأفضلية السعرية بترسية المناقصات على العطاءات المقدمة من الشركات الصغيرة والمتوسطة لتوريد منتجات مستوردة لا يتم تصنيعها محليا. هذا ما كتبته الرأي حول هذا الموضوع مشاهدي الكرام. أما الأنباء فهي تتحدث في عنوان رئيسي على الصفحة الاقتصادية عن 35.3 مليون دينار مشتريات الكويتيين بالأسهم الإماراتية في 8 أشهر. لماذا الأسهم الإماراتية؟ تحت هذا العنوان تكتب الجريدة جريدة الأنباء أن المستثمرين الكويتيين قد استمروا في ضخ المزيد من استثماراتهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية منذ بداية العام الحالي، واللي بلغ صافي قيمة تداولات المستثمرين الكويتيين فيه بالشراء خلال أغسطس الماضي نحو 1,740,000 دينار، وخلال 8 أشهر الماضية منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس الماضي جاءت مشتريات الكويتيين للأسهم في سوق أبوظبي الأوراق المالية ما يعادل 35 مليون دينار. ننتقل إلى القبس مشاهدين الكرام وعنوان رئيسي على الصفحة الاقتصادية يتحدث عن الكويت الأكثر مرونة برفع الفائدة خليجيا. تحت هذا العنوان حول الفائدة ورفع الفائدة تكتب القبس مشاهدين الكرام متناولة ما قالته أن الكويت ستبقى الأقل تشددا خليجيا في رفع أسعار الفائدة متوقعا مزيد من زيادات أسعار الفائدة لبنك الكويت المركزي، إلا أنها لن تواكب سلسلة رفع أسعار الفائدة من البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي حيث يرتفع الدينار بسلة عملات غير معلنة وليس الدولار الأمريكي فقط. إذا مشاهدي الكرام هذا يعني أخبار سريعة كذا يعني نتابع فيها معاكم أو على الأقل نتلمس فيها ملامح هذه الجلسة، ويتبقى لنا الآن مشاهدي الكرام أخبار الشركات من داخل البورصة وكذلك أيضا العروض والطلبات مع الأستاذ المستشار الاقتصادي من استديوهاتنا في بورصة الكويت الأستاذ علي العنزي. حياك الله أستاذ علي، يا هلا ومرحبا فيك وصبحك الله بالخير. صبحك الله بالخير أخوي رائد والسادة المشاهدين الكرام وزملائك في استديو الصباح الخير يا كويت. حقيقة كانت تداولات الأمس جيدة نوعا ما، ولكن دائما جلسة الأحد ينقصها السيولة كمعدل تكون أقل من بقية الجلسات حوالي 30 مليون دينار كانت لم تؤكد عملية الارتداد. الارتداد بحاجة إلى سيولة أعلى، طبعا كان أيضا الارتفاع على معظم مؤشرات الأسواق الخليجية معظمها كانت مرتفعة أمس، 5 مؤشرات. طبعا الإمارات لم تعمل غدا بسبب عطلة مخالفة لبقية الأسواق. اليوم بدأت الأسواق أيضا الأسيوية على ارتفاع متأثرة بارتفاعات السوق الأمريكي يوم الجمعة الماضي، بينما أسعار النفط اليوم تراجعت أيضا بنسبة 1.4% أو 1.5%، 91.5 اليوم برنت كانت افتتاحياته في الصباح والآن يتداول حول هذا السعر. والآن سنرى ما ستؤول إليه جلسة اليوم من خلال عروض الطلبات. بداية الوطني كان في هناك فجوة في البداية بين العرض والطلب، الآن هناك طلب بدينار و 138 أي افتتاح اللون الأخضر، كان مقفل على دينار و 35 أيضا، والعروض بدينار و 38 بكمية أيضا بسيطة 8892 فلس. بنك الخليج الطلب 349 طلب محدود جدا بسهم واحد فقط للافتتاح، والعروض تبدأ من 339، الدولي 213 214، برقان اليوم 239 242 فجوة أيضا،
بين العرض والطلب. بيتك اليوم بيتك لا، هناك طلبات بسعر 886 أعلى من الإقفال أمس، كان مقفل أمس على 883، وأيضا طلبات تبدأ من العروض عفوا تبدأ من 839، أي أن العروض أعلى، يعني لا أحد يفضل البيع بأسعار أقل. بوبيان اليوم أيضا 808 818، استثمارات أيضا اليوم 281 288، هناك فجوة بين العرض والطلب. أمس تم انتخاب مجلس إدارة الاستثمارات ودخول السيد بدر الخرافي وأنس الصالح في مجلس الإدارة الجديد. مشاريع اليوم 155 156، المباني أمس كان تداولات جيدة وارتفاع جيد، وهو كان الأفضل كما ذكرنا في حلقة الأمس أن المباني هو الأفضل خلال الأسبوع الماضي بين الأسهم القيادية. اليوم أيضا طلب مرتفع ب 850 فلس بكمية 34,000 سهم، وأيضا العروض تبدأ ب 866، هناك فجوة أيضا بين العرض والطلب. صناعات اليوم البداية 265 266، طلب أيضا كبير 400,000 والعروض 250,000. كيبلات دينار و381 دينار و407، فجوة كبيرة بين العرض والطلب. بوبيان بترول كيماويات اليوم مطلوبا ومعروضا على مستوى 900 فلس، ولكن العرض أكبر 30,000 والطلب 2316. الجرين أيضا على 315 فلس مطلوب ومعروض ولكن الطلب أفضل حوالي 25,000 والعرض ب 5,000 فقط. أجلتي اليوم الطلب 812، كان أمس أداء أجلتي متماسك نوعا ما وعلى اللون الأخضر إلى أن انتهت الجلسة. وأيضا هناك عروض ب 56,000 سهم لأجلتي على سعر 812، أي أن افتتاح أجلتي سوف يكون على نفس هذا الرقم. زين 592، طلب كبير على زين 72,000 ولكن العرض على 93، أي ليس هناك تداخل بين العرض والطلب، لن تكون صفقات خلال الدقيقة الأولى إن استمرت العروض والطلبات بهذا الشكل على الأسهم ذات الفجوات السعرية بين العرض والطلب. بينما بعض الأسهم متشابكة العروض والطلبات، لدينا هيومن سوفت مطلوب ومعروض على 344 فلس، ولكن الطلب محدود 44 فلس والعرض 1645. ألافكو أيضا 189 و 194، فجوة كبيرة بين العرض والطلب. الجزيرة مطلوب دينار 890 5,000، عروض محدودة على دينار 868. أيضا بنك وربا 246 مطلوب ومعروض أيضا بنفس السعر، وأيضا طلب كبير 200,000 والعرض أقل 90,000. لدينا ميزان 415 بنفس السعر. بينما السوق الرئيسي دائما هناك فجوات، التجاري الأهلي فجوات كبيرة بين العرض والطلب، أي أن لن تتم صفقات. بينما المتحد اليوم طلب على 272 273 53,000 والعرض على 270 10,000 فقط، هناك صفقة للمتحد. الكويتية أيضا فجوة بين العرض والطلب 48 49. الخصوصية 107 108، العيد أيضا 26 27. سريعا نمر على الأسهم، معظم الأسهم هناك فجوات بين العرض والطلب أو طلبات بكميات بسيطة جدا، ولكن نذهب إلى الأولى أيضا 90.6 93.1. الخليجي كان نشيطا خلال الأسبوع الماضي 350 365. أيضا أعيان 128 ارتفع أمس، سجل ارتفاع أعيان ولكن محدود أيضا، والعرض ب 129، عرض كبير 400,000 سهم. سريعا على راسيات أيضا 137 133، أسهم دائما التأمين خاملة، لا يوجد هناك تقاطع في بين العرض والطلب، لذلك تبقى دون تداولات. الوطنية من أسهم العقار مطلوب 160 فلس ومعروض 161 فلس. صالحية أيضا من الأسهم النشيطة تراجع أمس وزادت الكميات على الصالحية خلال الفترات الأخيرة على الأقل آخر 3 أشهر، هناك تداولات كبيرة على هذا السهم. اليوم 462 مطلوب، 470 أيضا هناك عرض. لدينا الإنماء
تداولات كبيرة أمس وارتفاع كبير بحوالي 3.8 فلوس 4 فلوس تقريبا. اليوم الطلب ولكن الطلب محدود على 73 أربع أسهم فقط، والعرض أيضا 73 أي البداية، ولكن العرض كبير 127 ألف، أي أن البداية على 73 فلس ولكن بكمية محدودة جدا. أيضا تجارية تداولات كبيرة خلال هذه الفترة، أيضا مطلوب 106 معروض 108، لكن اليوم هناك فجوة كبيرة بين العرض والطلب. أعيان العقارية 71.9، العقارية أيضا 37.38، أيضا لدينا مجموعة من الأسهم العقارية هناك فجوات واضحة بين العرض والطلب، لم يتبقى سوى نصف دقيقة. نراقب بيتك، نعود إلى بيتك، بيتك افتتاح على اللون الأخضر 884 الآن، بيتك يبدو لي أن هناك طلبات وافتتاح أخضر اليوم على بيتك، وهو طبعا القائد خلال هذه الفترة. سهمي بيتك وأيضا السهم الآخر هو أجلتي هم من يقودوا السوق بشكل أو بآخر، قد يدخل معهم بعض الأسهم إيفا فنادق أو أسهم أيضا صغيرة. ها هو جرس الافتتاح، افتتاح أخضر نعم كما توقعنا، ولكن افتتاح أخضر على ارتفاع بسيط، ولكن السيولة أيضا جيدة اليوم، أكثر من نصف مليون دينار السيولة خلال الافتتاح، نصف مليون دينار 600,785. أيضا الأسهم معظمها على ارتفاع، الوطني فلسين، خليج فلسين، دولي فلس، بورقان مستقر دون صفقات، بيتك استقرار، أيضا بنك بوبيان 6 فلوس استثمارات 4 فلوس، أيضا الأسهم العقارات الكويت أيضا ارتفاع فلس، صناعات والمباني وكابلات دون صفقات، بوبيان بتركيا مويات مستقر، القرين مستقر، أجلتي ارتفاع فلسين، زين ارتفاع فلس، هيوم سوفت تراجع 5 فلوس، والجزيرة تراجع 27 فلس، وبنك وربا ارتفاع فلسين، أيضا ميزان ارتفاع انخفاض فلسين. هذا بالنسبة للأسهم السوق الأول. السوق الرئيسي تراجع المتحد فلس، كويتية فلس، دلقان فلس، أيضا إيفا ارتفاع أيضا تداولات كبيرة 1.5 مليون منذ البداية، ارتفاع 14 الفلس، رزان ارتفاع فلسين، تداولات أيضا جيدة 140، الصفات ارتفاع فلس، اكتتاب أيضا 20 الفلس، بقية الأسهم لن تتم صفقات معظم الأسهم. الإنماء كان ارتفاع أمس واليوم أيضا مستمر بالارتفاع 19 فلس، ما يغار فلس 73.5، أيضا تداولات كبيرة في البداية للإنماء 219 ألف سهم في البداية. أيضا استهلاكية اليوم ارتفاع كبير بالاستهلاكية، فلسين 141 3,440,000 ألف سهم خلال البداية، أيضا أريد ارتفاع الرابط ارتفاع ولكن تداولات محدودة جدا. إيفا فنادق أيضا اليوم تداولات كبيرة 445 ألف، أيضا جياد تداول على كمية أسهم واضحة. إجمالا افتتاح أخضر رائد. السادة المشاهدين الكرام، السيولة الآن تبلغ 1 مليون دينار خلال أول دقيقتين، أتمنى أن تستمر هذه التداولات الخضراء، أن ترتفع مستويات السيولة، أن يكون لدينا أيضا مزاد مميز في نهاية الجلسة. المايك لك أخوي رائد وإخواننا في عالم الصباح. يعطيك العافية أستاذ علي المستشار الاقتصادي على صحبتك لنا في تحية هذا اليوم، وأعطانا صورة واضحة جدا لجلسة اليوم، واللي هي واضح مشاهدينا الكرام أنها شبيهة في افتتاحية الأمس، لون أخضر، دخول واضح على بعض الشركات القيادية، نأمل إن شاء الله بإذن الله أن تتوج بتداولات إيجابية، ومن ثم أيضا فترة مزاد نغلق فيها هذه الجلسة على ارتفاع حتى نحقق أو على الأقل نقلص شيء من خسائر الأسبوع الماضي. هذا هو افتتاحنا لثاني جلسات هذا الأسبوع مشاهدينا الكرام، ونأمل إن شاء الله من الله الكثير في ساعات تداول القادمة. تعرفنا معكم على ملامح هذه الجلسة، ثاني جلسات هذا الأسبوع، والآن نعود من جديد إلى تتمة فقرات صباح الخير وإلى أيضا طبق اليوم
مع الزملاء مع عائشة ومع غادة ومع عثمان، حياكم الله. يا هلا فيك. طبعا مثل ما قلنا قبل شوي احنا كنا قاعد نتغشمر نقول ارتفاع في الاسهم وارتفاع في الوزن، فباذن الله ان شاء الله يعني الاسهم خضراء ولكن حلوتنا حمراء. تعاد لكم مقاديركم الخاصه. وارتفاع في بورصه الحلوى في الكويت من خلال هذه الحلوى الجميله اللي سوتها الشيف عائشه. شيف عائشه يا هلا فيك. خلصت لنا حلوى بحرينيه اليوم، شوفوا شلون صارت ويانا، عجيب اللون. ضفنا لها مكسرات طبعا من وقتها من اشتغلنا للحين، لازم على طول تظلين تحركينها لما تطلع وياك بهذا الشكل. ممتاز، هذا خلاص الشكل النهائي الحين جاهزه تكون. ممتاز، هذا الشكل النهائي راح نصبها. ممتاز. طبعا ممتاز. كذا شكل عندك، تقدرين بالبايركس تقدرين يعني بالقصدير الصغار. نعم. بالقصدير على حسب الحجم المطلوب. شوفي هذا ترى هذا اهم شيء، انك لما يعني بتصبينها خلاص كلها تنزل شنو قطعه واحده. أيوة. هذا اهم شيء. ممتاز. تنزل قطعه واحده حبيت كذي، وتقدرين باي شكل يعني. شوفي ما تتقطع وياك، ريحتها خنينه. هذا نجاح الحلوه خنينه. عمل عمل جماعي. يعطيك العافيه. الله يعافيك. عايزه احنا بس نزينها على نحط لها مكسرات. مكسرات اي. هذه اللي انت مسويتها من قبل اللي في لونها على المصوفر. هذه الحمراء، هذه انا ابين لك انه شنو مستوى الكراميل اللي يعني اي عرفتي. شوفي هذه فاتحه شوي وهذه طايشه طلعت وياها. طبعا يسوونها خضراء، يضيفون لها الصبغه الخضراء. يحطوا لها صبغه خضراء بس طبعا هذه احلى شيء فعلا. فعلا ومثل ما نشوف هني سائله شويه، هناك ماسكه تبرد مع الوقت راح تصير. ومثل ما قلنا ممكن تاكلها حاره وممكن تصبر عليها. احنا نحبها حاره. حلاتها كذي. وشوفي نزلت كلها من تنزل كلها قطعه من غير ما تنقص بالشسمه. وهذه طبختنا اليوم الحلوى البحرينية الجميلة اللي اعتدنا عليها انها تينا حلوة وتازة من البحرين الشقيقة. تحياتنا للبحرين واهل البحرين. اليوم احنا سوينا حلوة البحرين في استوديو صباح الخير يا كويت. فعلا ننتقل لاستوديو العالم هذا الصباح مع الزملاء نجيب الكندري ومها ملا جمعة. نرحب فيكم، حياكم الله. يعطيكم العافية. وطبعا أكيد نأخذ منكم هذه الفقرة زملائنا غادة وعثمان ونبدأ الأخبار. وطبعا أكيد نعرف شنو قاعد يصير بالدنيا انطلاقا من دولة الكويت إلى طبعا مختلف بقاع العنقان وزميلي نجيب الكندري. أكيد صباح الخير لك ولنجيب، وأكيد الريحة وصلت لكم وإن شاء الله توصل لكم الحلوة بعد شوي لكم. شكرا. الهوى بعد الفاصل. خير مشاهدي الكرام، حياكم الله ويانا في حلقة جديدة من برنامجكم العالم هذا الصباح. وصبحت الله بالخير معنا. صباح الخير نجيب، وطبعا أكيد يوم جديد نطلع عليكم من شاشات تلفزيون دولة الكويت وهذه الفقرة الإخبارية. اليوم راح نلقي الضوء على دور جمعية النزاهة الوطنية الكويتية في متابعة تسجيل المرشحين والحملات الانتخابية والإعلامية المصاحبة لعملية الترشح في انتخابات مجلس الأمة 2022، إضافة لرصد الملاحظات لضمان نزاهة الانتخابات. اليوم أيضا راح نتابع معكم الجهود اللي تقوم فيها بلدية الكويت نحو إنجاح انتخابات مجلس الأمة المقبلة، إضافة لدورها من خلال حملاتها التفتيشية لإزالة التعديات والمخالفات. مع ضيفنا في الاستوديو راح يكون معنا الأستاذ فهد القريفة مدير إدارة النظافة وإشغالات الطرق في بلدية محافظة الجهراء. إذن العديد والعديد من المواضيع، لا تبعدون شوي وردي لكم. قد يبدو العالم أكثر أماناً إن عرفنا ما يحدث حولنا، لذلك نأخذك في جولة إخبارية لتعرف أحداث العالم. أهم
عناوين الصحف المحلية والعالمية نقدمها لكم بصورة تحليلية. أولا بأول، حينما يرتفع أو ينخفض المؤشر نحن أول من يأتيك بالخبر، وحين تريد الإطلاع على أهم القضايا الاقتصادية نحن وجهتك الأفضل. البرامج الإخبارية، كن معنا لتكن أول من يعلم. أهلا بكم مجددا. انطلاقا من دعم المسيرة الديمقراطية، تواصل جمعية النزاهة الوطنية الكويتية دورها، تتابع تسجيل المرشحين والحملات الانتخابية والإعلامية المصاحبة لعملية الترشح، وتعمل أيضا على رصد الملاحظات. وعن دور الجمعية جاء تأكيدا على دور مؤسسات المجتمع المدني للمتابعة ورصد الملاحظات والعمل على تقديم الاقتراحات وعلاجها بشكل يتماشى مع ما تقرره المعايير والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالانتخابات ونزاهتها. رح نتكلم أكثر حول هذا الموضوع معنا من مقر جمعية النزاهة الوطنية الكويتية في منطقة الرقعي فايز البطي زميلنا ومراسلنا من طبعا أكيد هناك، وينقل لنا آخر تجهيزات الجمعية لمتابعة المرشحين والحملات الانتخابية. إذا فايز يعطيك ألف عافية وصباح الخير. صباح الخير زميلتي مها، وكل تحية والتقدير لجميع متابعين تلفزيون دولة الكويت برنامج العالم. هذا الصباح بالفعل تتحد جميع الجهود الحكومية وأيضا جهود جمعيات النفع العام من أجل إنجاح هذا العرس الديمقراطي. جمعية النزاهة الوطنية هذه الجمعية التي تقوم بدور كبير في عملية الانتخابات أمة 2022 والانتخابات التي سبقتها، يبدأ من تاريخ صدور مرسوم الدعوة وأيضا إلى الندوات إلى الحملات الإعلامية وإلى يوم الاقتراع. دور كبير تقوم به جمعية النزاهة الوطنية من أجل انتخابات شفافة، انتخابات نزيهة، أيضا تسبو إلى المجتمع الدولي. للحديث أكثر عن دور جمعية النزاهة الوطنية نستضيف معنا المحامي محمد العتيبي رئيس جمعية النزاهة الوطنية. محامي محمد رحب فيك على الهواء مباشرة. دور كبير تقوم به جمعية النزاهة الوطنية من أجل إنجاح هذا العرس الديمقراطي، حدثنا عن دوركم في هذه الانتخابات. شاكر أستاذ فايز جهودكم تسليطكم الضوء، وبداية نصبح على مشاهدينا الكرام وعلى دولتنا الكريمة. فعلا اليوم احنا نفرح بهذا العرس الديمقراطي اللي دولتنا مو غريب علينا، قاعد مارس العملية الانتخابية منذ 1938، واحنا نفتخر ونبتهج بهذا العرس الديمقراطي. جهود كبيرة اليوم تقوم فيها الدولة، تقوم فيها وزارة الإعلام ممثلة في وزارة الإعلام، برامجها المختلفة والقطاع الخاص. نشكر هذه الجهود. جمعية النزاهة الوطنية احد مؤسسات المجتمع المدني اللي قاعدة تساهم في مراقبة سير العملية الانتخابية. احنا منذ اللحظة الأولى مرسوم دعوة الانتخابات، واحنا تواجدنا في مقر تسجيل المرشحين، رصدنا عملية النزاهة والشفافية التي تقوم فيها قطاعات الدولة المعنية في هالجانب، ممثلة بوزارة الداخلية واخواننا في الجهاز القضائي والجهاز الإعلامي، وهم الدرجة الأولى المعنية في العملية الانتخابية. إلى أن وصلنا مرحلة الفترة مراقبة الحملات الإعلامية وسير التراخيص الإعلامية التي تمنح لبعض المرشحين، إلى الجانب التوعوي اللي احنا معنيين فيه بالدرجة الأولى كجمعية نفع عام. جمعية النزاهة الوطنية اليوم تطلق حملة نبيها نزاهة توعوية تهدف إلى تصحيح المسار وحسن الاختيار في العملية الانتخابية، وكذلك أيضا لدينا برنامج تدريبي خاص في كيفية مراقبة الانتخابات إلى أن نصل إلى يوم الانتخاب اللي راح يكون طبعا اليوم الكبير والعرس الكبير اللي إن شاء الله بإذن الله يعني تكون الجهود واضحة وبارزة للمجتمع الدولي، لأن دائما نؤمن بأن كل عرس ديمقراطي تمر به دولتنا الكريمة ما هو إلا نموذج نفتخر فيه أمام المجتمع الدولي ونعكس الصورة الإيجابية. راح تتواجد جمعية النزاهة الوطنية في مختلف المقار الانتخابية لكي تتابع العملية الانتخابية وترصد عملية النزاهة والشفافية، طبعا بتكليف من مجلس الوزراء، وهذا الشيء يأتي إيمانا من القيادة العليا، إيمانا من مجلس الوزراء بأن اليوم ضرورة إشراك مؤسسات المجتمع المدني مع القطاعات الحكومية المختلفة
الوظيفه المعنيه بعمليه انتخابيه حتى نبين للمجتمع الدولي بان اليوم انتخاباتنا نزيهه وشفافه، واليوم احنا نصدر ثقافه الديمقراطيه ونبين بان الكويت بلد المؤسسات بلد القانون باذن الله مستمره. هذا النهج الاصلاحي الذي تربينا عليه وعرفنا بان دولتنا دوله قانون باذن الله مستمره جيل بعد جيل. كافة الكوادر وكافة الجهود مشكورة ومقدرة مقدما، ونتمنى بإذن الله أن نرى عرس ديمقراطي إصلاحي لتصحيح مسار المرحلة الحالية. أستاذ محمد، الآن في طور الندوات الانتخابية، ما أكثر شيء يعني تركزون عليه في هذه الندوات باختصار؟ اليوم احنا نركز على تنمية مهارات الأفراد وحسن الاختيار، لأن اليوم الفرد يحتاج إلى جانب توعوي وحسن الاختيار. اليوم موضوع كبير، اليوم كلمة إصلاح يعني كلمة كبيرة في نطقها في آلية الاختيار، ولكن اليوم لما نضع اليوم نربط إصلاح مع دولة الكويت، كلمة إصلاح هي تعني استمرار دولة القانون، هي تعني أجيالنا إصلاح يعني المسار، لأن اليوم ترى كلمة إصلاح ترى ما تعني وجود فساد أو ظواهر سلبية، ولكن تعني الوضع جوانب التوعية ووضع وقاية من أجل لا يكون هنالك صور من صور الفساد، لأن اليوم كما تعلم الأستاذ فايز أن المجتمع الدولي اليوم يسعى إلى محاربة صور الفساد المختلفة، وهذا يأتي من ضمن ما نشاهد من ملتقيات ومؤتمرات دولية واتفاقيات دولية. دولة الكويت جزء من هذه الاتفاقيات الدولية اللي نوعا ما احنا نفتخر بأننا قاعدين نترجم هذه الاتفاقيات وهذه الأعراف اللي احنا ملتزمين دوليا حتى أن تصبح دولة الكويت بلد النزاهة بلد الشفافية اللي احنا دائما نسعى بهالاتجاه، وبإذن الله نفرح بأن نشاهد تصحيح للمسار وحسن اختيار في ظل قيادة حكيمة ممثلة بسيدي حضرة صاحب السمو حفظه الله وأطال الله في عمره وسمو عضيده سمو ولي العهد، اللي فعلا كان خطاب تاريخي، خطاب يعني وضع النقاط على الحروف، خطاب دفع الجميع للحماس من أجل العمل من أجل الكويت وحسن الاختيار. كل الشكر والتقدير للمحامي محمد العتيبي رئيس جمعية النزاهة الوطنية، وهذا الدور الكبير التي تقوم به الجمعية من أجل انتخابات نزيهة، انتخابات شفافة، انتخابات تسبو بالديمقراطية الكويتية التي نفخر بها جميعا في العالم بأسره. مها دور كبير تقوم به الجمعية منذ صدور مرسوم الدعوة وأيضا إلى يوم الاقتراع، نتمنى حسن الاختيار. مها، عودة لكم بالاستديو. فايز بطي من مقر جمعية نزاهة الوطنية الكويتية في منطقة الرقع، شكرا جزيلا لك على هذه التغطية. إذن جريا على عادتها السنوية وقبيل انطلاق العام الدراسي، أطلقت جمعية الهلال الأحمر الكويتي حملة العودة للمدارس لصالح أطفال الأسر المحتاجة داخل دولة الكويت. هذه الحملة تستهدف كافة الطلبة بالمراحل التعليمية المختلفة ليتم توزيع الحقائب المدرسية لهم مع مختلف أنواع المستلزمات المدرسية لتسهيل استمرارهم في ميادين التعليم. جهود إنسانية تبذل من جمعية الهلال الأحمر الكويتي كل عام بإطلاقها حملة العودة للمدارس لصالح أطفال الأسر المحتاجة داخل دولة الكويت، لتساعد هذه الأسر على رفع الأعباء عن كاهلهم بتجهيز أبنائهم للعام الدراسي الجديد لضمان استمرارهم في ميادين التعليم. الهلال الأحمر الكويتي حريص كل الحرص على التعليم، خاصة أبناء الأسر المحتاجة مسجل مكشوفات الجمعية. هذه طبعا السنة السابعة والثامنة إحنا نوزع فيها حقائب ومستلزمات المدرسية على أطفال وأبناء الأسر المحتاجة. طبعا عندنا اليوم ما يقارب 1200 حقيبة مستلزماتها تم توزيعها على مدى 5 أيام على أبناء الأسر المحتاجة. وأيضا هنا في احتفالية كانت في قبل يومين عندنا مشروع التعليم وهو هذا الأهم، هناك ما يقارب 16,000 ملف في الهلال الأحمر الكويتي يحتاجون الدعم من القطاع الخاص والمتبرعين لدفع تكاليف رسوم الدراسية أبناء الأسر المحتاجة في المدارس الخاصة. توزيع أكثر من 1200 حقيبة بجميع الأدوات والمستلزمات الدراسية يأتي ضمن المبادرات الإنسانية المستمرة للجمعية، إلى جانب تبنيها مشاريع عدة في الجانب التعليمي وأهمها دفع أقساط الرسوم الدراسية. توزيع الحقائب المدرسية التي تشمل 1200 أسرة تستفيد من هذه البادرة الطيبة من القطاع الخاص. جمعية الهلال الأحمر الكويتي تساهم في تخفيف أعباء الأسر المتعففة من خلال دعمها من الجانب دفع الرسوم، كذلك من جانب الآخر اللي هي المساعدات الإغاثية أو المساعدات التموينية للأسر المتعففة، وهذا جانب آخر هو الجانب التعليمي لدعم الأطفال والطلبة لدعمهم من خلال توفير المستلزمات الضرورية.
الضرورية وكذلك دفع الرسوم المستحقة عليهم من جانب التعليمي. حرص الجمعية على هذه المبادرة كل عام لهو دليل على إيمانها المطلق بأن التعليم يمثل أحد أهم الحقوق التي يجب توفيرها للأطفال. ديما دحدال، تلفزيون دولة الكويت. جدد لكم التحية مشاهدين الكرام. فرق بلدية الكويت تطبق القانون وتفرض الإجراءات للحد من التجاوزات والتعديات وبخطط مدروسة. تستعد بلدية الكويت للعرس الديمقراطي وانتخابات مجلس الأمة وتنظيم مقار الانتخابات ومواقع المرشحين. أيضا ترصد طبعا فرق البلدية أبرح حملاتها المخالفين، بالإضافة إلى الترتيبات التي تقوم بها فرق البلدية لتنظيم المدارس. إذن مشاهدي الكرام، للحديث أكثر يسعدنا أن ينضم معنا في الاستوديو مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق في بلدية محافظة الجهراء الأستاذ فهد القريفة. صبحك الله بالخير أستاذ فهد، ويعطيكم العافية على هذا المجهود الطيب. وبداية ودنا نتكلم عن الاستحقاق المقبل للانتخابات 2022 وشون استعداداتكم لتجهيز مراكز الاقتراع. طبعا اول شيء اصبح عليك وصباح على الساده المشاهدين عبر برنامجكم عالم الصباح. انا قبل اسبوع تقريبا كنت في محافظه الجهراء، الان انا في محافظه مبارك كبير ما شاء الله. اي طبعا هناك تدوير عندنا. بالنسبه مثل ما تفضلت في السؤال، الان الكويت تشهد عرس ديمقراطي والكل امانه يساهم في هذا العرس. طبعا بلديه الكويت شكلت فرق وخطط في هذا الجانب لمراقبة جميع المقار الانتخابية سواء مواقعهم أو الإعلانات القائمة. جميل. طبعا إذا نتكلم عن الحملات التفتيشية التي تقام وما يتعلق بضوابط المقار المرشحين، شنو قاعد نتكلم؟ شنو هذه الضوابط المفروضة وشنو المخالفات اللي قاعد تشوفها؟ أبدا طبعا أول شيء يفترض من ممثل الأمة أن طبعا يكون هو قدوة قبل أن يكون طبعا تحت قبة البرلمان يشرع مثل هذه القوانين. احنا طبعا الكل ايضا يراقب بعيدا عن العمل الإداري او العمل الحكومي، يفترض ان يكون رقيب نفسه في هذا الجانب. طبعا الالتزامات يعني واضحة ان المقر يكون طبعا ما تكون هناك اي شوائب موجودة، خصوصا في أن يكون بعثرة أو أوراق أو أي كان، طبعا تكون المواقع تحددها بلدية في ساحات معينة. أيضا الإعلانات ما تكون عشوائية منتشرة في الشوارع أو في أي مكان. حدد المشرع قانون طبعا 31/62 مكرر بأن المواقع اثنين، المرشح موقع رجالي وأيضا موقع للنساء. نعم، مقرين، مقر للرجال ومقر للنساء. طيب أستاذ فهد، قبل فترة أعلنت بلدية الكويت يعني شن حملة على نقول لإزالة مخلفات البناء. هذا الأمر يعني على مستوى المحافظات ككل. كيف بدأتم هذا العمل ومتى بديتوا فيه؟ طبعا بالنسبة حق وزير الدولة شؤون البلدية أراد أن يكون هناك فريق عمل مشكل من قبل إدارتين، إدارة السلامة أيضا إدارة النظافة، لمتابعة هذه الأنقاض اللي موجودة، لأن في السابق أن العامة ما كانوا يعرفون بأن هذه الأنقاض هي مسؤولية المقاول أو صاحب العلاقة. طبعا باستثناء الأنقاض المجهولة، طبعا هي طبعا تشترط في عقود الشركات اللي موجودة. شنو المقصود فيها الأنقاض المجهولة؟ المجهولة اللي تكون ما تكون يعني هذه الأنقاض في الساحات أو أماكن عامة، ما تكون قريبة للمنازل أو ما نتعرف أن هذه الأنقاض راح تكون للمنزل ذاته. طبعا هناك فرق رقابية مشكلة في هذه المحافظات ترصد جميع المخالفات أو المنازل التي تم ترميمها أو بنيانها، يلتزم على المقاول أو صاحب البيت، هو طبعا يكون عنده حاوية كبيرة يرمي فيها طبعا هذه الأنقاض. في حال لم تجد حاوية أو الأنقاض تكون موجودة، تكون هناك طبعا تفعيل دور القانون ومخالفته، لا طبعا تنبيهها وانذار ومن ثم مخالفة. الحاوية هذه عفوا من يوفرها؟ هو يعني يشتريها ولا يأجرها ولا أيضا يلجأ للبلدية في توفيرها أن تكون موجودة قدام البيت فقط للأنقاض؟ يعني ممكن نهاية اليوم
يكودون الانقاض فيها وايضا يتم ازالتها من امام البيت وتجي الصبح والفير ولا شلون طريقتها بس اساسا يعني؟ طبعا بالنسبه للحاويه هو يوفرها طبعا ايجار، هي نظام ايجار. نعم. طبعا يكون فيها الانقاض اول شيء، هي طبعا شكلها يكون الجمال راقي جدا، وايضا ما تضر الجيران، يعني الجيران ذنبهم اذا كانت هناك طبعا بعض الانقاض الموجوده. صحيح. وانت عارف بعض الانقاض تكون تحتها بعض القوارض او بعض المشاكل الموجوده في هذا الجانب، احنا نقول هذا الشيء لابد ان يطلع من يبادر في الشخص اللي طبعا يكون عنده بنيان او عنده انقاض بناء. الطريقه القديمه بان يكون البنيان موجود او البلديه طبعا تكون مسؤوليتها، احنا نقول حق الناس العامه ان هذه الامور فنيه احنا طبعا افهم فيها، لان العقود مسؤوليتها على الانقاض الموجوده مثل ما تفضلت قبل شوي المجهوله، ولكن اي انقاض موجوده امام منازل هي مسؤوليه صاحب المنزل او المقاول. فيتم التواصل مع البلديه لتوفير هذه الحاويه الكبيره حق اللي هي تشيل الانقاض، ففي حال كان مثلا صاحب البناء ما كان عنده خبر ممكن انهم الجيران ينبهون على هذه النقطه فيقولون لهم ان التواصل يكون مع البلديه لتوفير هذه الحاويه، صحيح؟ الامانه هناك فرق رقابيه تراقب هذه الجانب، لان هذه الظاهره كانت موجوده الامانه يعني تمت عن طريق وزير الدوله شؤون البلديه بوضع طبعا فرق او جروبات بالنسبه حق ادارتين، اداره السلامه هي واداره النظافه، هذه الفرق طبعا تكون تراقب هذه الاماكن ترصدها توفيرها على صاحب العلاقه، لان هذا الشيء يعني يلزمه بان الانقاض تكون داخل حاويه حتى ما تكون في تشوه نظري، ايضا حتى ما تزعج الجيران. طيب وهذا كانت الفكره، يعني اذا كان في يعني ما نبي نسوي مشاكل بين الجيران، بس ما نبي نقول اذا الجيران شافوا وما لاحظوا ان في هناك اي حاويه ممكن هم يبون النقطه يوضحون النقطه للجار بشكل او باخر. هو عاده بعض الجيران طبعا يستحي يكلم جاره في بعض الاماكن، يتحمل بعض الظروف، ولكن احنا نرفع الحرج عن طبعا هذا اي، لان دورنا بان نرصد مثل هذه المخالفات، وبالنسبه لسن القوانين في هذا الجانب هي تشكل سلوك ايجابي للناس حتى تفاعلوا مع هذه الامور، والعمليه ما هي صعبه، عمليه سهله جدا، الحاويه ما هي سعرها يعني كثير، سعرها رمزي، ولكن تقني عن بعض الامور التي يعني يتحملها بعض الاشخاص. رصدت العديد من المخالفات؟ طبعا هناك طبعا كثير من المخالفات الموجوده، بالاول الناس الفرق الرقابيه تنبه هذا الشخص بأنه لديك بعض الأنقاض يجب رفعها، ومن ثم طبعا شوي شوي إن شاء الله الناس كلها تلتزم في هذا الجانب إن شاء الله. نعم. أستاذ فهد، لو بنتكلم عن السيارات المهملة الفترة الأخيرة كثرت وزادت، ويمكن أيضا طلع أكثر من تصوير في مواقع الاجتماعية السوشيال ميديا انتشار هذه السيارات المهملة في أماكن يعني في الساحات الترابية، في مرات نشوفهم حتى في مواقف المدارس إلى آخره من هذه الأمور، شو اللي قاعد يصير وياهم؟ كلامك صحيح للأمانة، بعد طبعا ما تخلصنا إن شاء الله من كانت في السنوات اللي فاتت كان هناك كورونا، بعض الأشخاص اللي طبعا سافر إلى طبعا ديرته تلقى خلى السياره في الاماكن العامه عند الباركينج وعند المدارس وعند الاسواق، طبعا هذه الظاهره كانت كثيره في هذا الجانب، طبعا العقود المشكله عن طريق المحافظات ترصد هذه المخالفات، طبعا تم رفع كثير من السيارات المخالفه او المهمله اللي موجوده بعد وضع عليها ستيكر، اللي هو طبعا يكون فيه ستيكر 24 ساعه و 48 ساعه تحذير، يعني الستيكر يعني عباره بان ممكن احنا نحط اعتبار بان هذا الشخص يعني سيارته واقف وصارت له ظروف، فاحنا نحط الستيكر اي ستيكر بان انتبه السياره راح تجي البلديه بعد يوم او يومين فترفع طبعا السياره. نعم. هذا بخصوص السيارات، انا كنت بتجه الى الطراريد اللي قاعد تصير او قاعد نشوفها ايضا في كثير من الاحيان. أنا عندي بيت سدلد، عندي طراد 20 قدم على سبيل المثال، طبعا أنا قاعد أفرض الموضوع، ها على سبيل المثال عندي طراد 20 قدم بصفته عند البيت راح يطلع نص الطراد بنص الشارع، خوش هذا أيضا أو بالفريج، هذا أيضا راح يخرب أو أنه راح يمنع السير، راح يأذي جيراني. هذا واحد. ما في أماكن موجودة لوضع هذه الطراريد، يعني البلدية ممكن أنها تنظم ساحات معينة لوضع هذه الطراريد في أماكن متفرقة في الكويت
وتكون أيضا قريبة من البحر، ولكن أنا ما عندي هذا المكان، فممكن أني أستغل مثلا البراحة اللي حوالي، ممكن أستغل مصافة المسجد، ممكن أستغل لأن الطرات يعني. فاللي قاعد يصير قاعد يتم إزالة هذه الطرارين، ومن ثم تعال ادفع حتى يومية هذا الطراد اللي أزالتها البلدية. نبي حل حق هذا الموضوع. للأمانة الوزير يعني رأت في هذا الجانب، كان هناك طبعا بعض الشكاوي على بعض الطراريد اللي موجودة داخل السكن الخاص، مثل ما تفضلت الطراد يأخذ له مساحة كبيرة، وهم صاحب العلاقة يقول أنا وين أودي طرادي، فصار بين المطرقة والسنداء حقرتهم. فإحنا طبعا مقدرين بعض الأمور اللي مشابهة لهذا الجانب، لأن الطراريد يعني ما هي بكثر سيارات، يعني راح تكون يمكن غالبا في المنطقة طرادية طراريد. يعني احنا الان طبعا البلديه فيها مسنات موجوده، في مسنات، هذا امر المسنات قليله إيه؟ عشان اكون صريح وياك، يعني المسنات احنا عندنا لو بترجع من الشمال للجنوب مسنات خاصه بالحكومه، حتى المو خاصه بالحكومه، حتى التجاريه تنعد على اصابع، يعني بتقول لي 8 مسنات على سبيل المثال. انا ما اتكلم فقط عن المسنات، انا اتكلم ليش ماكو حل قبل لا يصير إزالة هذه الطراريد، يعني أنت أوجد لي الحل في البداية، ومن ثم إذا أنا ما التزمت وياك ذيك الساعة شيل طرادي من حقك. أنا هذا القصد، يعني هي مجرد تنوير، أو أن ما بقول تنوير، ما يعني بقول مجرد أن يعني ملاحظة، حطوا لكم مثلا البلدية، إذا نظمت البلدية ترى كل شيء تنظم بالديرة، يعني حطوا لكم مثلا مواقع معينه للطراريد تكون قريبه، ما اتكلم عن المسنات، حتى لو مواقع نقول مثلا اراضي خاليه ومسوره، بحيث ان الواحد يقدر ياخذ طراده يطلع يجلس وينزل البحر ويرد. طبعا انت تتكلم بعين، انا قبل ان اكون مسؤول انا مواطن ارى بعض الامور طبعا التي يجب ان تكون لها طبعا رؤيه او تكون لها مواقع محدده، حتى صاحب العلاقه يقول له مرات انا يا جماعه انتم الان شلتوني في هذا الموقع، يفترض تعطوني موقع بديل يعني تكون موجوده، انا وين اروح؟ فاللي يشكل سلوك هذا او يشكل الاماكن اللي موجوده متاحه لبعض الاشخاص او الافراد، طبعا مثل ما تفضلت كلامك صحيح، البلديه احنا طبعا اداره النظافه العامه واشغال الطرق، احنا ليس مختصين في ان نحدد بعض الاماكن، ممكن ان نقدم بعض الاقتراحات اللي موجوده في المنطقه. ايضا مو بس الطرادات، حتى السيارات الثقيله الكبيره، يعني بعض الناس يقول انا هذا رزقي في هذه السيارات، وكل ما حطيت موقع في بعيد راح يعني انا اعرضها للسرقه، وان كان ما تكون تحت عيني، وانتم يعني ما حددتوا لنا بعض المواقع. طبعا البلديه رأت في هذا الجانب، اعتقد الان ان شاء الله باذن الله يعني سوى ترى النور ان تكون تحدد بعض المواقع، ونتمنى طبعا هذا. طبعا انا قبل مثل ما قلت لكم قبل لا اكون مسؤول انا مواطن، ودي تكون هذه المواقع موجوده. مو احنا يعني ليش قاعد نتكلم بهذا الموضوع، يعني البلديه بشكل عام، يعني هي يعني انت قلت انا مواطن قبل لا اكون مسؤول، فمعناته ان انا افكر بفكر المواطن ما افكر بفكر المسؤول. اذا انا كنت مواطن راح لما اصير مسؤول راح افكر بفكر المواطن، ومن ثم راح اوصل يعني راح اوصل حل جذري لهذه المشكله. مثل ما قلت السيارات الكبيره، الطراريد الى اخره من هذه الاشياء، ليش ما يكون هناك في توفيق من زمان، ما اتكلم عن اليوم وامس والفتره هذه اللي طافت، نتكلم من زمان، ليش ما كان هناك في تحديد مواقع معينه انها منها ان السياره هذه شكل عام للبلد، انه يكون مكان نظيف، المساحات نظيفه، وفي المقابل ايضا امن وامان لصاحب السياره او صاحب الطراد، ومن ثم في رسوم رمزيه ممكن انها حتى تدخل على البلديه مبلغ وقدره. طبعا انا لما قلت كلمتك وقلت لك انا مواطن قبل ان اكون مسؤول، صحيح كلام، بس انا لما اكون مسؤول في هذا المواقع اكون غريب لهذه الاماكن، وانا مسؤول على رفعها طبعا او ازاله بعض الاماكن. هناك طبعا هي كان في السابق لها مكان طبعا معين، مثلا على سبيل المثال في عند مدينه سعد عبد الله كانت هناك موقع لحراج السيارات، ولكن بعد ما كان هناك مشاريع مثل ما تعرف بعض الاماكن حدد الدوله تحدد على ان في هذه الفتره تكون يعني طبعا ما عندها اي مشاريع، وبالمستقبل يكون هناك اي مشروع يعيق هذه الاماكن طبعا يكون يجب رفعها لاماكن اخرى. احنا طبعا اكيد البلديه حاطت له مواقع، وهذه طبعا من اختصاصات المجلس البلدي تحديد مواقع اراضي الدوله وتوزيعها.
ممتاز. إذا رح نتطرق لموضوع يمكن أيضا يتعلق بالحملات التنظيف أو حملات النظافة والتفتيش، يمكن برنامج العالم هذا الصباح بالذات وايد كنا متابعين الحملات اللي كانت تصير على السراديب اللي يتم استخدامها لغرض غير الغرض المفروض، وأيضا المخالفات على التعدي على أملاك الدولة. كيف تسير هذه التفتيشات مؤخرا، يعني إن شنو قاعد تصير؟ هل لقينا إن في ناس قاعد تستجيب، في ناس قاعد تتعلم من دروس غيرها؟ خفت هذه المخالفات أم مستمرة؟ طبعا في حقيقة الأمر أنا بالنسبة لي كإدارة النظافة العامة وشغال الطرق هذا ليس طبعا دورنا، لكن أنا أشوف أنه طبعا يعني من الخطأ أن تكون بعض السراديب موجودة في المناطق النموذجية ومناطق السكن الخاص، ما تدري أنت السرداب اللي حاطين فيه ممكن مواد قابلة للاشتعال أو أي كان. طبعا هذا دور إدارة الرقابة على التراخيص الهندسية، هم طبعا أفهم في هذا. استعداداتكم لموسم البر 15-11 شنو هي؟ طبعا تشكل لجنة المخيمات الربيعية عادة في هذه الفترة قبل تاريخ 15 نوفمبر. احنا في السابق كنا في ماسكين محافظة الجهرة، فكنت نائب رئيس لجنة المخيمات. الآن أنا في مبارك الكبير، يمكن قد يكون هناك زميل لي في هذا. الله يوفق الجميع إن شاء الله. أكيد جزيل الشكر لكم على دوركم اللي تقومون فيه، وأكيد نتمنى لكم التوفيق دائما. إذا كنت معنا مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق في محافظة مبارك الكبير أستاذ فهد قريفة، جزيل الشكر على وجودك معنا اليوم وهذه التوضيحات للسادة المشاهدين. طبعا أنا أشكركم على متابعتكم في هذا الدور. إحنا طبعا محتاجين الوعي، طبعا البلدية دورها طبعا هي صحيح هناك مخالفات، ولكن هي رسالة قاسية حتى نشكل سلوك الناس في هذا الجانب. بالنهاية الكل يعني يريد الكويت تكون أجمل وأجمل وأجمل إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا. إذا مشاهدينا الكرام نأخذ هذا الفاصل ومن ثم لنا عودة إن شاء الله. قد يبدو العالم أكثر أماناً إن عرفنا ما يحدث حولنا، لذلك نأخذك في جولة إخبارية لتعرف أحداث العالم. أهم عناوين الصحف المحلية والعالمية نقدمها لكم بصورة تحليلية. أولاً بأول، حينما يرتفع أو ينخفض المؤشر نحن أول من يأتيك بالخبر، حين تريد الاطلاع على أهم القضايا الاقتصادية نحن وجهتك الأفضل. البرامج الإخبارية، كن معنا لتكن أول من يعلم. نبحر في عالم الصحافة المحلية والدولية، نرصد أهم العناوين ونتحقق من الأخبار والمضامين، نغوص في الافتتاحيات والأعمدة والمقالات ونتعمق بتحليلها وتفسيرها. نستعرض لكم الصحافة العربية والدولية بعيون مراسلين حول العالم. تابعونا في برنامج ماشية الصحافة من الأحد إلى الخميس في الأوقات التالية. نكون معكم باقي فقرات العالم هذا الصباح. الجمعية الكويتية لحماية البيئة أحد منظمات المجتمع المدني في البلاد، تضع مهامها ومسؤولياتها واستراتيجياتها ومشاريعها التوعوية والبيئية المنوعة وصقلها في خدمة البيئة الكويتية. نعم، الجمعية مرت بمراحل عدة كرست أبعاد العمل البيئي التطوعي في البلاد من خلال مشاريع التنمية البيئية المستدامة، تزامنا مع تأهيل كوادر بيئية تولت إدارة وتنفيذ العديد من المشاريع والأبحاث البيئية، فضلا عن الحملات المكثفة للتوعية والتثقيف البيئي. الحديث أكثر حول دور الجمعية في مجال التوعية البيئية انضم معنا من مقر الجمعية الكويتية لحماية البيئة نواف الشراكي. نواف صبحك الله بالخير ويعطيك العافية، حدثنا عن دور الهيئة في مجال التوعية البيئية بالإضافة إلى أهدافها الأخرى. صباح
صباح الخير نجيب، وصباح الخير لكل من يشاهدنا الآن عبر برنامج العالم هذا الصباح. ومثل ما تفضلت نحن الآن متواجدون في مقر الجمعية الكويتية لحماية البيئة في منطقة جليب الشيوخ. وحقيقة يعني هذه الجمعية يعني يعتبر أحد الأجنحة الموجودة في الكويت لحماية البيئة، بالإضافة إلى الهيئة العامة للبيئة، ولكن دور الجمعية حقيقة دور فعال ونشط من خلال حضورهم الكثير من الاجتماعات المتعلقة في البيئة، دورهم التوعوي للمواطنين والمقيمين وجميع الفئات في المجتمع الكويتي من خلال عمل الورش والأنشطة والفعاليات والبرامج، كل هذه وعلى جميع أو تشمل جميع الفئات العمرية والجهات والفعاليات المختلفة في دولة الكويت. ولكن حتى نعطي للمشاهد الكريم صورة أقرب حول الدور الجمعية الكويتية لحماية البيئة في المجتمع الكويتي، وهو حتى أنشطتهم خارج دولة الكويت، وما هي الأنشطة المستقبلية، وما هي الفعاليات والبرامج التي سوف تكون في المرحلة المستقبلية قصيرة المدى. يسعدنا أن نكون معنا الآن الدكتورة وجدان العقاب، رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحماية البيئة، حتى نعرف منها ما هي الأنشطة، ما هو دور التوعوية لجمعية الجمعية الكويتية لحماية البيئة. دكتورة وجدان صباح الخير ويعطيكم العافية وقواكم الله، وشكرا على جميع ما تقدمونه للمجتمع الكويتي في شأن حماية البيئة. ولكن السؤال العام والشامل، ما هو دور الجمعية الكويتية لحماية البيئة تجاه المجتمع الكويتي وتجاه حماية البيئة؟ نتكلم في نطاق دولة الكويت. احنا اول شيء يفضل ان احنا نشيد في دوركم كوزارة إعلام في تغطية هذه الجوانب بالذات في أنشطة مؤسسات المجتمع المدني على الدوام. طبعا هذا جهد مشكور منكم وهو ما هو غريب. دوركم الإعلامي هذا قد لا يختلف عن دورنا إحنا كمؤسسات مجتمع مدني في من خلال التوعية. الجمعية الكويتية لحماية البيئة من أقدم الجمعيات مؤسسات المجتمع المدني الموجودة في الوطن العربي اللي مختصة بالشأن البيئي من سنة 74 في 31 مارس تم إشهارها. فإحنا هني لما نتكلم عن التوعية راح نتكلم عن توعية المجتمع الكويتي على مدى لا يقل عن 40-50 سنة. فهذا العمر الكبير في دور مؤسسات المجتمع المدني في التوعية له من المؤكد بصمة خضراء على دولة الكويت، وله بعد صيت سواء كان في الإقليم أو في الوطن العربي والعالم. طبعا الجمعية الكويتية لحماية البيئة تقوم بتوعية فئات مختلفة في المجتمع من خلال برامج مختلفة. فمثلا إذا قلنا نبي نتكلم عن فئة مثلا طلبة المدارس، فنرح نلاقي أن احنا طلبة المدارس عندنا لهم برنامج خاص وهو برنامج المدارس الخضراء. احنا الحين السنة هذه واصلين النسخة الـ12 منه بإذن الله، وراح يتم يعني إطلاقه مع موسم الحين المدارس. فهذا البرنامج يكون من السهل في تقديم المعلومات البيئية والمعرفة البيئية لطلبة المدارس بمختلف مراحلهم العمرية، يعني من الابتدائي إلى الثانوية. هذا البرنامج في أكثر من تقريبا 15 إلى 18 موضوع بيئي مفصل يتم إعطائهم إياه عن طريق إما محاضرات أو برامج إذاعية داخل المدرسة، أو كذلك أنشطة مثلا فعاليات يسوونها داخل مدرستهم، وبعض الفعاليات تشرف عليها الجمعية بأن تصحبهم في مناطق مثلا مفتوحة مثل المحميات، مثل مواقع لها أهمية بيئية. هذا النوع من التوعية داخل المدارس يوفر قاعدة معرفية ممتازة للطالب بحيث أنه هو يتواصل مع بيئته بطريقة مناسبة. تطور هذا البرنامج بأن صار في عندنا توعية إضافية لطلبة الحادي عشر والثاني عشر بمدى أهمية بعض الوظائف الخضراء اللي لها أثر في العمل البيئي. فنلاقي أن إحنا الحمد لله يعني نتيجة هذا البرنامج صار في قفزة
عددية في عدد الطلبة اللي تم ابتعاثهم مثلا لدراسة الهندسة البيئية أو العلوم البيئية، صار في اهتمام أكثر. فلما أبي أقارن من 2015 ل 2017 كانوا 5 طلبة رايحين للابتعاث، إلى 2017 تقريبا اللي سجلوا 150. هذه القفزة دليل على نجاح مثل هذه البرامج التوعوية في مجال تخصصي محدد عند فئة معينة. دكتورة، هذا بالنسبة لبرنامج المدارس الخضراء والبرامج اللي تكلمتي عليها بالنسبة للطلبة والطالبات، ولكن أيضا ما هي الفعاليات أو الأنشطة المستقبلية في المرحلة القادمة على المستوى دولة الكويت؟ هل من لكم أنشطة في المولات التجارية أو في يعني مشاركة في مؤتمرات داخل الكويت؟ في عندنا الله يسلمك فرق في الجمعية تشارك بصورة مباشرة مع المجتمع من خلال عمل بعض الأنشطة مثل ما تفضلت، سواء كانت في المولات وغيرها. واحد منهم اللي هو فريق مثلا أصدقاء البيئة اللي هم أعضاء الجمعية اللي أعمارهم أقل من 18 سنة. وطبعا في عندنا لجان ثانية مثل لجنة حماية الحياة الفطرية، فريق رصد وحماية الطيور. كل فريق له التخصص يتواصل مع الجمهور بمجال تخصصه. بالإضافة إلى أن احنا الحين عندنا فريق جديد تم إطلاقه اللي هو فريق المهندسين البيئيين لتعريف المجتمع بروعة هذا المجال وتعدد يعني المجالات اللي ممكن يشتغل فيها، بس مجرد انه هو في تخصص قد يكون ملامس لكثير من الصناعات، لكثير من الوظائف سواء كانت في القطاع النفطي او في قطاع المياه والكهرباء وما الى ذلك، لانه يوفر العديد من المجالات اللي ممكن تخدم العمل البيئي. مثل هذه الفرق طبعا راح نلاقي ان احنا عندنا بعد ان شاء الله حمله في برج الحمراء اللي هي حملة التعريف بالنفايات الإلكترونية، أضرارها، أهمية التخلص منها بطريقة آمنة، لأن احنا ندري أن النفايات الإلكترونية عادة يكون فيها مثلا بعض المكونات والمركبات الكيميائية التي قد تضر في البيئة لو أنها وصلت في النهاية إلى مردم نفايات بصورة عادية. التخلص من النفايات الإلكترونية بطريقة آمنة هو مطلب ضروري جدا، وأنا متأكدة أن يعني الناس وايد يكونون محتارين ببعض النفايات الإلكترونية عندهم مثل البطاريات، بطاريات اللابتوبات، بطاريات أجهزة ثانية، الموبايلات القديمة وما إلى ذلك، يعني في أجهزة كثيرة. الطريقة الآمنة للخلاص منها هو يتم عن طريق بعض الشركات المتخصصة في إدارة مثل هذا النوع من النفايات. فإن شاء الله إحنا هالأسبوع هذا في توعية من خلال الحملة هذه في برج الحمراء، ويقدرون الناس يشاركون فيها. دكتورة، بأقل من دقيقة، رسالتك من الجمعية الكويتية لحماية البيئة إلى المواطنين والمقيمين في المحافظة على البيئة؟ طبعا الرسالة المتكررة دائما، محافظتنا على بيئتنا هو شيء راح يرجع لنا احنا بالتالي. المستفيد الأول من المحافظة على البيئة هو الإنسان. المستفيد الأول من المحافظة على البيئة انه هو احنا نضمن ان عيالنا في المستقبل عندهم موروث بيئي صحيح، ممكن ان فعلا يعني يعزز موارد الطبيعية في مستقبلهم بدل ما نكون احنا نحاتي مستقبلهم معنا ان شاء الله. دكتوره وجدان، كل الشكر لك على هذه تلبيه الدعوه وعلى هذه النصائح وهذه الانشطه اللي تقومون فيها الجمعيه الكويتيه لحمايه البيئه، وهذا ليس بغريب عليكم. وايضا كلمه شكر من وزاره الاعلام الى الجمعيه الكويتيه لحمايه البيئه على جهودكم اللي تقومون فيها، شكرا لك. نجيب، مثل ما تفضلت الدكتوره وجدان العقاب رئيس مجلس اداره الجمعيه الكويتيه لحمايه البيئه، حول ما هو الدور المنوط على هذه الجمعية وما هي الجهود التي تبذل من خلال هذه الجمعية بالتعاون مع الجهات الأخرى المعنية في الدولة تجاه البيئة وحماية البيئة، وأيضا تحدثت عن الأنشطة والفعاليات والبرامج المستقبلية، خصوصا نحن على يعني مقرب من العام الدراسي الجديد وهناك برنامج المدارس الخضراء، نتمنى لهم التوفيق ولجميع الجهات المشاركة من أجل حماية البيئة في دولة الكويت. نعم. نواف شراكي، شكرا جزيلا لك وشكرا لضيفتك الكريمة، شكرا لك. إذا
إذن جولة جديدة من الأخبار الدولية وأبرز العناوين. استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال. والقوات الأوكرانية تحقق مكاسب ميدانية ومحطة زابوريجيا النووية تتوقف بالكامل. وفي تشيلي موجة احتجاجات في العاصمة سانتياغو ضد الفساد وارتفاع تكاليف المعيشة. جولة جديدة من الأخبار الدولية نبدأها من الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث استشهد شاب فلسطيني فجر أمس متأثرا بجروح أصيب بها قبل أيام في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين شمال الضفة الغربية، ليرتفع بذلك عدد الشهداء منذ بداية الشهر الجاري إلى 8 منهم طفل ومعتقل توفي نتيجة الإهمال الطبي في سجون الاحتلال. وإلى جديد الوضع الأوكراني، حيث أعلنت كييف أن قواتها أجبرت الجنود الروس على التراجع في مواقع استراتيجية شرقي البلاد بعدما تحدثت موسكو عن عملية انسحاب نتيجة هجوم كييف المضاد واسع النطاق، في حين ذكرت وكالة الطاقة النووية الأوكرانية أنه تم إغلاق آخر مفاعل في محطة زابورغا الخاضعة لسيطرة القوات الروسية. وننتقل إلى ستوكهولم، حيث بدأت تظهر النتائج الأولية للانتخابات التشريعية منذ لحظات، وستعلن الجهة المشرفة على الانتخابات النتائج الجزئية الأولى الساعة القادمة. وكانت استطلاعات الرأي السابقة على الانتخابات أشارت إلى توقعات بأن تسفر النتائج إما عن قيام حكومة مدعومة من حزب ديمقراطي السويد القومي والمعادي للهجرة أو فوز اليسار بولاية ثالثة. وفي باكستان، ذكر صندوق الأمم المتحدة للسكان أن أكثر من نصف مليون من النساء الحوامل في المناطق التي غامرتها الفيضانات بحاجة ماسة إلى مساعدة طبية، حيث تسببت الفيضانات في تدمير جزء كبير من البنى التحتية، مما أدى إلى صعوبة الوصول إلى المتضررين في المناطق المنكوبة لإيصال المساعدات الإنسانية. ونختتم جولتنا من سانتياغو، حيث شهدت العاصمة التشيلية موجة احتجاجات أدان خلالها المحتجون الفساد المتزايد وارتفاع تكاليف المعيشة وانعدام المساواة السائد في البلاد، مطالبين بإصلاحات شاملة من بينها قطاع التعليم. وسقط العشرات بين قتيل وجريح، في حين استخدم عناصر الجيش والشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المحتجين. من أخبارنا الدولية، إذن أصبحت محطة زابوروجيا النووية محور أزمة دولية، حيث تتبادل روسيا وأوكرانيا اللوم في الهجمات على محيط موقع المحطة التي يحاصرها ويحميها مئات الجنود الروس، فيما يحولها فعليا إلى محمية عسكرية بمواجهة الجنود الأوكرانيين المتمركزين على بضعة أميال، فيما يهدف القصف الدائر في محيط زابوروجيا بكارثة نووية أو يهدد بها. طبعا إلى ذلك يعزز التشكيك الفرنسي البريطاني والألماني في نوايا إيران بشأن إحياء الاتفاق النووي، وإيران ترد على هذه الشكوك بينما تدخلت روسيا على خط الأزمة طويل الأمد. نتكلم أكثر عن هذا الموضوع معنا زميلنا عبد الوهاب القايد، مراسل تلفزيون دولة الكويت من فيينا. عبد الوهاب، أصبح عليك بكل خير من الكويت. يعني نتكلم عن التحذيرات التي تعالت من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية من تزايد المخاطر قرب محطة زابوروجيا النووية، وهي يمكن يعني مخاوف عالمية فيما يخص هذا الشأن. كيف هي تحركات أوروبا لإيقاف أي كارثة نووية محتملة هناك؟ في الواقع تحذيرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعني بدأت يعني في أعقاب الدار في خامس في خامس في أعتذر منك عبد الوهاب، يبدو أن هناك في خلل في الصوت، سنحاول أن نعود للاتصال فيك إذا صحت طبعا أكيد السماع عندك. يمكن القائد طبعا عبد الوهاب القائد مراسل تلفزيون دولة الكويت من فيينا، شكرا جزيلا لك وسنحاول العودة لك. We'll be right back.
شكرا. نعود لك زميلنا عبد الوهاب القايد مراسل تلفزيون دولة الكويت من فيينا، وكما ذكرت قبل قليل عن تحذيرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن تزايد المخاطر قرب محطة زاباروجا النووية في طبعا أوكرانيا، وأكيد هذه المخاوف التي يمكن أكثر في أوروبا لكن في العالم أجمع. هل هناك أي تحركات في أوروبا لإيقاف أي كارثة نووية محتملة؟ نعم، نبدأ يعني بتحركات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. هذه التحذيرات التي قامت جاءت على لسان الوكالة الدولية للطاقة الذرية جاءت في أعقاب الزيارة التي قام بها المدير العام مع فريق من مفتشي الوكالة إلى محطة زاباروجيا، حيث قال أنه طلع بشكل مكثف على واقع الأمن والأمان النووي في هذه المفاعلة، وحذر من كارثة نووية، وطالب الأطراف المتنازعة على هذه المحطة بالابتعاد عن مواجهتهم العسكرية عن هذه المحطة النووية، لما في ذلك من خطر على أمن وأمان المنطقة بكلها وأمان هذه المفاعلة النووية أو هذا المرفق النووي الأكبر في أوكرانيا وحتى في أوروبا. المدير العام قال أنه كون صورة واضحة عن ما يحصل في هذه في هذا المرفق النووي، وأعد تقريرا مؤلف من 55 صفحة سيقدم بالتوازي إلى كل من مجلس محافظي الوكالة الذرية وإلى مجلس الأمن الدولي. هذا التقرير ستتم مناقشته خلال الاجتماع، سيبدأ اليوم الاثنين في فيينا ويستمر لمدة 5 أيام. سيبحث بشكل مستفيض في هذه المسألة وفي هذه القضية وفي مسألة السلامة النووية في هذا المرفق النووي. يبدو أن هناك يعني مشروع قرار عدته بعض الدول الغربية وهي كندا وبولندا، عدت مشروع قرار تطالب بخروج القوات الروسية من هذه المحطة النووية وبخروج روسيا من كل المرافق النووية الأوكرانية التي تسيطر عليها منذ مارس الماضي. وبالتالي يبدو أن هذا المشروع القرار سيكون خلال هذا الاجتماع، خلال اجتماع مجلس المحافظين، سيخضع للتصويت وستكون الكفة لصالح الدول الغربية باعتبار أن غالبية الدول تؤيد المطلب، هذه الدول الغربية مطلب كندا وبولندا لتمرير هذا المشروع، مع معارضة متوقعة كالعادة من الصين والهند خلال اجتماع مجلس المحافظين، وهو ثاني أعلى سلطة في الوكالة الذرية بعد المؤتمر العام. إذن يعني يبدو أن المدير العام كما قال أنه لا يريد الدخول في مسائل السياسية، وأن الوكالة تهتم بالمسائل التقنية في هذه المسألة، وما يهم الوكالة هو أمن وأمان هذه المحطة النووية، ويطالب روسيا وأوكرانيا بالابتعاد في مواجهتهم العسكرية عن هذه المحطة النووية، وذلك لتوفير السلامة لهذه المفاعلات النووية. إذن تحذيرات الوكالة كما قلت يعني وردت في تقرير مطول من المدير العام للوكالة، وينتظر أن يتم بحثها خلال اجتماع مجلس المحافظين هذا الأسبوع في فيينا. نعم، طب يمكن في هذا الحديث الذي نتكلم عنه يعني عبد الوهاب، يعني هناك أيضا قراءة في أن قد يكون في هناك رفض من قبل روسيا لتقبل أي قرارات، طبعا أكيد من قبل سواء كان وكالة الدولية للطاقة أو من قبل الاتحاد الأوروبي، يعني قد لا يكون في هناك أي تجاوب. في حال لم يكن هناك في تجاوب بشأن الابتعاد عن هذه المناطق النووية، هل هناك أي خطط أخرى لتحاشي أو تفادي أي كارثة نووية من قبل الاتحاد الأوروبي؟ نعم، يعني هناك يعني بالنسبة للاتحاد الأوروبي، بالنسبة للدول الأوروبية، هناك بيان يعني في يتعلق بعدد من المسائل النووية على غرار مسألة أوكرانيا، تتصدر أعمال مجلس المحافظين مسائل نووية أخرى على غرار الملف النووي الإيراني، وهو سيكون يعني محل بحث خلال اجتماع المجلس. هناك بيان أوروبي فيما يتعلق بإيران، هناك بيان أوروبي فيما يتعلق بإيران، هناك بيان أوروبي ثلاثي من بريطانيا فرنسا وألمانيا، وهذا البيان سيقدم خلال اجتماع المجلس، وهو يأتي بالتوازي مع التقرير الذي وزعته الوكالة الذرية قبل فترة فيما يتعلق بشكوكها بشأن مدى التزام طهران بالاتفاق أو ببنود الاتفاق النووي، وتقول وخاصة بمسألة الضمانات الشاملة التي تطبقها الوكالة مع الدول الأعضاء. إذن يعني هذا البيان سيتم
خلال معالجة أو خلال مناقشة التقرير الدوري للمدير العام حول إيران، ستتم مناقشة هذه المسألة النووية الأخرى، يعني بالإضافة إلى مسألة زاباروجيا هناك مسائل نووية أخرى على غرار إيران، كوريا الشمالية وسوريا. فيما يتعلق بإيران، شككت الوكالة حتى بالتعاون بتعاون طهران مع الوكالة، وقالت أن عملية التخصيب اليورانيوم تجاوزت الحد مسموح به 19 مرة، وهذا مؤشر خطير. وتقول الوكالة أنها باتت اليوم في وضع لا يسمح لها بالتأكيد فيما إذا كانت الأنشطة النووية الإيرانية للأغراض السلمية أو غيرها، وبالتالي كل هذه وهذا التقرير وهذا التصريحات الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعيد الملف النووي إلى المربع الأول، وربما يعني قد تؤثر في مستقبل الأيام على مستقبل المفاوضات النووية المتوقفة حاليا. كما تعلمين هذه المفاوضات توقفت في جولتها التاسعة، كانت هناك مبادرات أوروبية لحلحلة بعض المسائل بين الجانب الإيراني والأمريكي، ولكن لم يتم التوصل إلى حل المشاكل العالقة بينهما. جزيل الشكر لك عبد الوهاب القائد، مراسل تلفزيون دولة الكويت من فيينا، وهذه الرسالة، شكرا جزيلا لك. إذا وصلنا معكم مشاهدينا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم برنامج العالم هذا الصباح، والتي كانت حافلة بمواضيع منوعة. حين نرجع حق زملائنا في صباح الخير يا كويت، أسماء عبد الرحمن، ونكمل معكم باقي فقرات البرنامج. يعطيكم العافية. نعم الله يعافيك، شكرا نجيب، وشكرا مها على هذه الجولة من أخبار العالم اللي استمتعنا من خلال يعني مشاهدتها وسماع هذه المعلومات الحلوة اللي نقلتها لنا وللمشاهدين. بالتأكيد عبد الرحمن، رح ننتقل معكم إلى أولى فقراتنا أيضا في صباح الخير يا كويت. سياسي والتوحد هي فقرة مهتمة باضطراب طيف التوحد، تقدم نصائح وإرشادات لأولياء الأمور وأيضا المهتمين في هذا المجال. صباح السعادة، اليوم راح نتكلم عن استراتيجية اسمها Naturalistic Teaching، التعليم بطريقة طبيعية. كثير منا كأولياء أمور ومختصين وعاملين في هذا المجال، خصوصا في التعامل مع أطفال ذوي التوحد، كلنا عندنا أهداف مشتركة، ومنها أن احنا نعلم الطفل أنه يكتسب مهارات جديدة، زائد أنه يتعلم على أمور تساعده على الاستقلالية. ومن هذه المهارات أنه يتعلم يفرش أسنانه، يتعلم على مهارات العناية الذاتية وغيرها من المهارات الثانية. أيضاً محتاجين أن احنا نعلم الطفل بعض المصطلحات، بعض المفردات، حتى يستخدمها في التواصل الاجتماعي. اليوم راح نتكلم عن هذه الاستراتيجية، شلون نقدر نستخدمها خلال يوم الطفل من خلال الأشياء اللي هو يحبها. فلنفترض أن الطفل يحب يلعب بالمكعبات، فممكن نحط أهداف تناسب هذا النشاط. الأهداف هي إذا كنا نبي نعلم الطفل على الألوان، الأشكال، الأحرف، الأرقام، العد وغيره، فممكن أن إحنا لما يكون الطفل قاعد يلعب بالمكعبات نقول له تعال خلينا نسوي تور لونه أزرق. أو كثير من عيالنا يحبون الرسم والتلوين وغيره، ممكن أيضا لما الطفل يكون وايد مندمج في هذا النشاط اللي هو حاب يسويه، هم نقدر نقول له تعال خلنا نرسم دائرة حمراء، وممكن أيضا أن احنا نرسم قدام الطفل عشان يتعلم على هذه المهارة. بكلمكم عن شيء وايد مهم وبالنسبة لي أنا أعتبره كنز. أنا عندي ولدي ياسين عنده توحد والحين عمره 13 سنة. بالسابق كنت أستخدم المطبخ كوسيلة لتعليم ياسين العديد من الأمور، مثلا من هالسورتينج اللي هو أن احنا مثلا ننظم الأدوات، الكفاش بروح، الشوك بروح، الصحون بروح، هذه أيضا مهارة تقدر تعلمها حق الطفل.
بلس منو فينا ما يحب يسوي كيك مع عياله؟ الكب كيك. نبدأ من كل المقادير، الصحن اللي راح نخلط فيه المقادير، الطحين، الماء، الزيت والسكر وغيره. ممكن ان احنا نقول حق الطفل ان احنا محتاجين نحط كوبين من الطحين، ونساعد الطفل انه يحط الكوبين داخل الصحن. ممكن ايضا ان احنا نقول للطفل ان احنا محتاجين ان انت تحرك المقادير كلها 10 مرات، ونحاول نعد معه 1 2 3 4 لما نوصل لرقم 10، وبالتالي قاعدين نعلمه على مهارة العد، وأيضا قاعدين نساعد الطفل إنه يقوي المهارات الحركية زائد التآزر البصري. أتمنى إن شاء الله يكون أفدتكم في هذه الحلقة، وإن شاء الله نلقاكم في فقرات جاية من ياسي والتوحد. تابعونا. ضيوف حلقة اليوم: الدكتور عمر لدويلة، اختصاصي جراحة القرنية والماء الأبيض وتصحيح النظر. عبد العزيز لتويجري، أمين صندوق رابطة الأدباء الكويتيين. عبد العزيز الخبيزي، مشارك الأبحاث في معهد الكويت للأبحاث العلمية. أهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في صباح الخير يا كويت، وهذه الفقرة أولى فقراتنا الحوارية من برنامج صباح الخير يا كويت، حيث تعد رابطة الأدباء وهي رابطة ترعى الحركة الفكرية والنهضة الأدبية والعمل على ازدهارها، ولها العديد من الإنجازات مثل مجلة البيان الكويتية. بالتأكيد تفاصيل أكثر. يسعدنا أن يكون معنا الأستاذ عبد العزيز التويجري، أمين صندوق رابطة الأدباء الكويتيين. صباح لك بالخير، حياك الله معنا اليوم، وأكيد لكم دور ما شاء الله حيوي في هذا الجانب. الله يحيي، صباح النور، ومشكورين على الاستضافة الجميلة هذه. يا حياك الله. يعني الله حفظكم. الله. أي شخص يسمع عن رابطة الأدباء دائما يستذكر على أنها من أعرق الجمعيات النفع العام اليوم المشهرة، والجهات اللي تساهم في نهضة الثقافة في الكويت، ولها إسهامات أيضا عربية، فخلنا نتكلم عن نبذة سريعة كذي. طبعا رابطة الأدباء هي أنشئت، وكان نادي الأدبي في 1924، وكان ضم كثير من شخصيات كويتية بارزة بذاك الوقت. طبعا أشهرت في بداية الستينات، ولله الحمد لا تزال موجودة، ترعى الحركة الفكرية الأدبية في الكويت، وتقود كانت تقود المنطقة كمنطقة اللي حوالينا بلدان حوالينا فكريا وأدبيا. وطبعا فيها مجلة البيان، أشهرت مجلة البيان في السبعينات، ولا تزال المجلة قائمة وشهرية. نعم، من خلال دوركم يعني البارز والملحوظ في الحركة الفكرية، دعم الحركة الفكرية، أيضا أنشأتوا شيء اسمه بيت السينما. نعم. إحنا من خلال هذه اللقاء يريد بس نوضح للسادة المشاهدين ونعرفهم على هذا الدور أيضا. طبعا بيت السينما، طبعا هناك سينما فن وأدب. طبعا كان قبل، أنا أذكر في سيد فاروق عبد العزيز كان عنده برنامج عن السينما، طبعا هو اختفى الآن، لكن احنا سوينا بيت سينما لعمل نقد ادبي بشكل فني، لان الادب السينما فن وادب فني، فلذلك احنا نعرض الافلام من خلال بيت السينما، ويكون في محاور وفي نقد، ينتقدون إذا كان في نقد عن الحوار، سيناريو، الصوت، أي شيء. يعني تعرضون أفلام داخل الجمعية ولا شو الطريقة؟ فيلم، نعرض فيلم كان عربي ولا أجنبي، ويكون في يعني أيا كان ممكن يشارك في هذا طبعًا الموضوع. طبعًا طبعًا. أفلام قصيرة ولا أفلام معروفة يعني؟ أي فيلم موجود عندنا يوم من الأيام، ونعرض طبعًا موجود من خلال أسبوع، نعرض الأفلام. طبعا افلام مرخص لها من وزاره الاعلام. طبعا ممتاز. نعم، ولا شك على ان يعني انشطه الجمعيه وايد، وانا اذكر يعني بشتى كنت تسوي معرض الكتاب كتاب مستعمل، كتاب المستعمل. نعم. وهذا نشاط يمكن زنوي تسوونه على طول. اي نعم. ويجذب الوايد ناس يجون يعني، واشوف يتفاعلون فيه الناس، ويعني
رابطة الأدباء طبعا مهتمة في طبعا احنا عندنا موسم ثقافي. نعم. الموسم الثقافي هو موسم واحد يبدي في أول سبتمبر وإلى بداية الصيف. نتوقف كحال أي مؤسسة. نعم. إذا الحكومة أو الدولة عملت بذات الشيء اللي هي مثلا مهرجان القرين أي نشاط آخر يخص القزو والتحرير وهذا احنا نشارك معهم مشاركة في 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 طبعا المهرجان الأدبية الثقافية اللي يعملونها بالإضافة إلى أن عنده يكون ركن نساهم في احنا بإصداراتنا أو إصدارات أعضاء الرابطة. نعم دعمنا الحركة الفكرية بالكويت وهذا شيء يحتاجونه الشباب يعني ما شاء الله عندنا كثير من الشباب اللي لهم بعض الإسهامات لكن يحتاجون إلى من يوجههم فاليوم لكم دور كبير من خلال هذا الموضوع لو نتكلم عن أيضا دعمكم للشباب ونتكلم تحديدا عن الشباب اليوم ما شاء الله للشباب إسهامات كثيرة ودور فعال داخل المجتمع يحتاجون من يوجههم وأيضا يقدم لهم الدعم. إحنا طبعا رابطة الدباء أسست على أيدي شباب ذاك الوقت في الستينات كل الحين موجودين الموجود الله يطول عمره واللي توفى الله يرحمه كان أنشئت بأيدي شباب لا يمكن كلهم كانوا بوقتهم بالعشرينات والثلاثينات فالشباب قائم على رابطة الدواء قائمة على الشباب صدق إن الديوانية مفتوحة يوميا عندنا احنا ديوانية يحضرونها كبار كبار الأدباء عمرا وقدرا بالإضافة إلى بعض الشباب اللي يحضرون فالشباب لهم نصيب الأكبر في رابطة الأدباء دعمهم إذا كان عنده رواية أو قصة وهذا شيء لاحظناه في الأعمال الأخيرة يعني إحنا قررنا في مجلس الإدارة الحالي نطبع لهم نطبع حق وإحنا من أساس إنشاء الرابطة دعم الشباب في إنتاجاتهم نعم إحنا الشباب إحنا نبي الشباب يا ليت يجون أكيد طبعاً وكما اللي لاحظ الساحة الأدبية لهم في الكويت راح يشوف العديد من الإصدارات اللي كتبها الشباب والكثير منهم اللي لاقى رواج يعني على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تغريدات يمكن أو شيء من هذا النوع صحيح. فطور موضوع قام وسوى كتاب وسوى رواية وحصل على التشجيع أيضاً وأنا حضرت أكثر من حفل توقيع يعني داخل الرابطة في الإدارية عندكم وكان هناك يعني بالفعل حضور طيب عندكم ف. ودي أتكلم عن الحركة الأدبية للشباب في الكويت شلون تشوفها وهل ما يكتب اليوم مثل ما كان يكتب في السابق وأجمل زين ما في انتقادات لا 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 أجمل الحمد لله إحنا الفكر متعدد نعم. يعني والمتلقي عنده كثير من يعني منتاليتيز مختلفة صح. عقليات مختلفة بالضبط والإسهامات الأدبية لابد أن تكون مختلفة الآن اللي يقبلها أنا أو اللي يكتبها أنا لا يقبلها غيري ككتاب ولا يمكن يكتبه كتاب ككتابتي أنا وكتاب كتابة الغير لكتابتي أنا حلو. فلذلك المتلقي يتلقى أي شيء هو يحتاج يبي إذا كان جيد إذا كتب شيء ما عجبك ممكن يعجب اسمه يمكن اللي تكتب أنت يعجبني أنا ما يعجب الآخرين اختلاف الآراء لا بد بس أحيانا ما يعجبني وما يعجب كل الناس خصوصا إذا مكتوب بالعامية لا يعني لا حتى العامية يعني الحين مثل يقول الحين لهجتنا احنا لهجة فيها مفردات كويتية حلوة لهجة الكويتية من اللهجات الفصيحة انا حبيت هذا الدعم امانة يعني اليوم اي احد ممكن يشارك وممكن حتى انه هو يبادر في خطوة تكون ايجابية انه هو قاعد يبرز المهارات اللي عنده خصوصا اذا كان في مجال الثقافي والادبي فدعمكم للشباب هذا شيء اساسي احنا مع الشباب في كل شيء خليه يحضرون يقدمون اللي عندهم واحنا مكاننا مفتوح هذا لهم نعم. ترى لا انا موجود يمكن السنه الجايه ممكن اللي موجودين معي يمكن ما يكون موجودين فالمكان حق 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 اول شيء الشاب الكويتي والاديب الكويتي واي مثقف عنده انتاج ادبي يتقدم للرابطه ويشارك فيه حتى انتسابنا احنا انتسابنا سهل جدا يجي عنده انشاء عنده كتاب نعم يكون يا قصه لازم عنده اصدار يعني نعم يا دراسات أدبية أو شعر ويقدم له ويقدم حق مجلس إدارة ويبي تزكية حقه ما إحنا ما رفضنا أحد نعم. مجلس إدارة الحالي ما رفض أي كتاب فاتحين الباب للجميع يعني نعم. والمشاركة لأن اللي يستحق نعم يا أخي
ولا عندنا ترى احنا نقول هذا لا هذا تبعنا ولا هذا متبعنا. وشنو اللي يحصل مقابل العضويه او مقابل الانتساب للجمعيه؟ يعني شنو الخدمات يعني ويشارك في يعني ما عندنا حتى شو رابط الادباء. حاولنا وان شاء الله بنحاول حق الله ان نميز مثل الصحفيين مثل المهندسين، لان كلهم خذوا يعني امتيازات اخرى من خلال خصومات من شركات عدل بالرابطه بنسوي ان كل مجتمع ينتسب الى له عدل، يعني ان يكون له مجتمع او 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 جمعيه نفع عام او مظله تحتضن يعني عندنا مسرح إيه؟ عندنا مسرح عندنا البيان إيه؟ كله لهم إيه؟ احنا ما احنا انا اتكلم عن ما خلينا نتكلم مجمل ما نتكلم عن الجدار الحالي. نعم. رابطة الإدارة عمرها ما كان عندها خصومه مع احد. نعم. وهي باب مفتوح حق الكل. صح. اي واحد عنده انتاج ادبي او مهتم بالادب او يحبنا يزور. نعم. ولا يكون منتسب، الباب مفتوح والديوانيه مفتوحه، يقدر يشوف كل الادباء. صحيح. ترى موجوده يعني ما عدا يوم الجمعه كلهم. نعم. موجودين، وهي فرصه يعني للشباب اليوم انه يلقى مكان يحتضنه. طيب لو نتكلم عن المواسم الثقافيه الجديده لكم، يعني ما شاء الله طول السنه شغالين، ذكرت من شهر 9 للصيف، يعني مده طويله هذه. احنا عندنا موسم واحد. نعم. مثل ما قلت لك يبدا بشهر سبتمبر بداية الصيف ما عندنا غيره. بلشنا في أمسية، وعندنا محاضرة يوم الأربعاء القادم ومحاضرات قادمة. وأنا حضرت أيضا العديد من هذه المحاضرات في السنة الأربعاء. نعم. وتشرفونا. الله يخليك. دعوة عامة حق الكل. نعم. أكيد طبعا، وجهود الجمعية لا شك على أنها يعني بارزة ما بين الأدباء، ودائما ما تتم هناك دعوات وندوات وفعاليات جميلة. ودي أتكلم عن نقطة أخيرة أستاذ إذا سمحت لي، اللي هي معرض الكتاب اليوم، ويشكل حركة ثقافية مهمة في الوطن العربي خصوصا في الكويت. فإيش كثر تشوف أنه هو مهم وأن أن يشارك فيه الأدباء الكويتيين؟ معرض الكتاب طبعا رابط الأدباء لم تنقطع عن مشاركته في رابط الأدباء منذ إنشاء المعرض الكتاب. من خلال ركن خاص لرابطة الأدباء تعرض إنتاج الرابطة وإنتاج الأدباء المنتمين للرابطة. طبعا عندنا من ضمن الفعاليات اللي هي توقيع الكتاب، أي واحد عنده كتاب جديد طبعا معروض نسوي له يوم توقيع الكتاب. نعم. طبعا يكون مثلا 4-5 بنفس اليوم يوقعون بساعات من هذا وبالفعل كل واحد يدعي اصدقائك بوسائل التواصل الاجتماعي، واي واحد يحضر تعالوا حياكم. اي واي واحد يشوفه ويقعد، طبعا يقعد عنده ساعه يقعد. صح. اللي يشتري كتاب يوقع. يعطيكم العافيه. نعم. على جهودكم يعني اللي قاعدين تقوموا فيها خصوصا بما يهم الشباب، ويدعم ايضا الشباب يستحقون هذا. نعم. الدعم، ويستحقون من يحتويهم، يحتوي ايضا افكارهم. قبل لا نختم معاك كلمه اخيره استاذ، يعني بخصوص هذا الموضوع. مشكورين على الاستضافة، وودي أقول كلمة أنا بس إنه يكون رابطة الأدباء رابطة أدبية، واللي ينتمون لرابطة الأدباء أدباء يهتمون في الأدب والشعر، ولا هم يعني لهم مصالح خاصة. أغلبيتهم ينظرون للشأن العام وكل اللي يسوونه للمصلحة العامة، وأتمنى أن الناس تقدر هذه المنشأة القديمة اللي صار لها فترة فيها ناس أفاضل أدباء أفاضل. نعم. إنه بس شوية إحنا سوينا شيء نبي إحنا يستمر لدعم الرابطة من خلال يعني يحاول إن ذاتيا تكون عندها موارد مالية. نعم. أتمنى إن الناس تكف شوية عن الرابطة. ايه. لأن بالأخير هذا كل الرابطة، ليس لي أنا ولا لأعضاء الإدارة. نعم. أو أي أحد. نعم. وكل اللي يشتغل بالرابطة. ايه. إن كانوا موجودين ولا إن كانوا برا، يعني موجودين داخل المجلس الحالي. نعم. أو برا، كلهم ينظرون للمصلحة العامة. نعم. مشكورين وما قصرت. الله يسلمك. الله يبارك فيك. يسلمك ويخليك. حياك الله وشكرا على وجودك معنا وعلى هذه المعلومات الجميلة حول رابطة الأدباء، هذا الصرح العريق التاريخي نقدر نقول من تاريخ الكويت. نعم. ويحتوي على الأدباء مثل ما ذكرت اللي لهم كل تقدير واحترام، ونسأل الله تعالى أن يستمر هذا العطاء وتستمر هذه الرابطة بنشر العديد من المعلومات الثقافية والأدبية. بالتأكيد. بالتأكيد. أكيد نشكر ضيفنا الأستاذ عبد العزيز التويجي أمين صندوق رابطة الأدباء الكويتيين. راح ننتقل معكم مشاهدينا إلى غادة والفقرة القادمة أعتقد القهوة.
شكرا أسماء وشكرا عبد الرحمن، وأيضا الشكر الجزيل لضيفكم الأستاذ عبد العزيز التويجري. بنروح معاكم إلى فقرة مهمة جدا خاصة لعشاق القهوة وصانعي القهوة، وإذا كان عملك في القهوة وتحب هذا المجال ومتبحر فيه وعارف وحاب تعرف أكثر ما مستقبل القهوة بعد ذلك، خليكم معنا مع أكيد الباريستا بدور مقيم حتى توافينا بآخر الأخبار. صباح الخير مشاهدينا، يتجدد لقائنا مع فقرة القهوة المختصة. حبات القهوة موجودة داخل كرزات حمراء تشبه فاكهة الكرز، لكن الفرق بينهم بين اللون وبين الحجم. كرزات البن تعتبر أصغر شوي واللون الأحمر فيها أفتح. علشان نستخرج بذرة البن الموجودة داخل هذه الكرزات لازم نمر بمراحل متعددة، وفقرتنا اليوم حابة أتكلم عن أهم مرحلة تمر فيها هذه الكرزات اللي هي مرحلة معالجة القهوة. أنواع المعالجات الموجودة في عالم القهوة المختصة مختلفة وكثيرة، لكن في هناك أهم ثلاث معالجات منتشرة عالمياً. أول معالجة هي المعالجة المجففة أو الطبيعية الناتشرال بروسيس. المعالجة الثانية هي المعالجة المغسولة اللي اسمها الواشد بروسيس. أما المعالجة الأخيرة هي المعالجة العسلية اللي اسمها هاني بروسيس. اليوم اخترت المعالجة المجففة عشان أوضح لكم شلون طريقتها. في المعالجة المجففة بعد ما يقطفون كرزات البن ينشرونها على سرر خشبية تكون مرتفعة عن سطح الأرض، ويعرضونها للشمس لعدة أيام مع الاستمرار بتقليب كرزات القهوة الموجودة على هذه السرر الخشبية، لسبب أن ما نبي حبات الكرز هذه تتعفن. بعد ما يتم تجفيفها بصورة كاملة تحت أشعة الشمس، ويأخذون هذه الكرزات ويقومون بتقشيرها، يزيلون الطبقة الخارجية عنها، وبكذي يقدرون يستخدمونها وتصديرها. وأكثر المعالجات استخداماً في الخليج عندنا هي المعالجة المجففة، والسبب يرجع أن الشعب الخليجي يحب يشرب القهوة ذات القوام الثقيل. وفي ختام فقرتنا أكون وضحت لكم أنواع المعالجات والأكثر استخداماً اللي هي المعالجة المجففة عندنا في الخليج العربي، ويرجع السبب بأن الشعب الخليجي يحب يشرب القهوة ذات القوام الثقيل. لكن موضوع المعالجة في القهوة المختصة ما يوقف عند حد معين. حالياً يوجد أحدث طريقة للمعالجة وهي المعالجة اللاهوائية الكربونيك ماسوريشن. وبكذي أكون وضحت لكم طرق المعالجة في ختام فقرتنا، ونشوفكم إن شاء الله بالفقرات القادمة. حياكم الله من جديد مشاهدينا. يلعب قطاع الزراعة دور كبير في الأمن الغذائي عالميا، وذلك عن طريق مساهمته في إنتاج وتوفير أغذية عالية القيمة الغذائية وآمنة مثل اللحوم والبيض والحليب والخضروات. ويواجه قطاع الزراعة في الكويت العديد من التحديات اللي تأثر في الإنتاج المحلي للمواد الغذائية. يا عثمان، فعلا على الرغم من ذلك فقد أظهر تقييم القطاع الزراعي من قبل معهد الأبحاث العلمية أن الكويت يمكن أن تعزز استدامة الإنتاج المحلي من السلع النباتية والحيوانية وتحسين جودة المنتج والسلامة من خلال اعتماد أنظمة وتقنيات مناسبة. تفاصيل أكثر يسعدنا أن يكون معنا الأستاذ عبد العزيز الخبيزي، مشارك أبحاث في معهد الكويت للأبحاث العلمية. حياك الله معنا. الله يحييك أخوي عثمان، والله يحييك أختي غادة، وأحيي أصبح بالخير الأخوة والأخوات المشاهدين. حياك الله. حياك الله والساعة المباركة أستاذ الفاضل. في البداية حابين نتكلم أكثر عن مشروع تطوير تقنيات والنظم الزراعية المتكاملة حتى يكون هناك إنتاج زراعي مستدام. إن شاء الله. والفكرة شنو؟ راح أحاول قدر الإمكان أني أبسطها. أي والله، السؤال ثقيل. ما راح أدش علمي وايد. حلو.
هي الفكرة شنو؟ إن الحين كل دولة في العالم قاعد تسعى الاكتفاء الذاتي. صحيح. ومن ضمن استراتيجيات الاكتفاء الذاتي ما يسمى أو ما يعرف بالأمن الغذائي، إذا تسمعون المصطلح هذا food security. إيه. food security. food security. إيه. وايد بهالسنوات الأخيرة. طيب شنو الفود سيكوريتي؟ إنك أنت توفر الغذاء ذو الجودة والقيمة الغذائية العالية اللي يحتاجها كل فرد بالمجتمع من فقير لغني، وباستطاعته بشكل يومي أنه يحوز ويحصل عليها من غير عراقيل لا اجتماعية ولا اقتصادية، بحيث أنه تلبي احتياجاته الغذائية اليومية لأنه يعيش حياة صحية. هذا الأمن الغذائي. ممتاز. هذا الأمن الغذائي اللي طيب احنا الكويت جزء من العالم هذا. صحيح. واحنا قاعد نسعى بالشيء هذا، لكن كل دولة لها تحديات فعلا. واحنا عندنا تحديات وايد بالقطاع الزراعي والحيواني. من ضمن التحديات انت الكويت دولة صحراوية، صح، المناخ حار جدا، المناخ عندك مناخ قاسي، عندك تربة صحراوية. صحيح. من مساحة الكويت هذه كلها تخيلي 9% فقط صالحة للدراسة للزراعة. ممتاز. من 9% انت قاعد تستغل 8%، من 9% انت 8%. تخيل يعني بس جزء شويه من جزء. جزء من جزء. ممتاز. عندك شح بالمياه الجوفيه وهدر اصلا في استخدامها، ري جائر هذا ايضا يخرب التربه. ممتاز. عندك هذه من ناحيه الزراعه وما تقدر تزرع اي شيء فيها عدل لما انت 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 محدده. اذا نتكلم على الثروه الحيوانيه ايضا انت مو دوله اجريكلتشرال يعني 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 يمكن الدواجن غير خصبه غير خصبه ايضا للثروه الحيوانيه، ولكن انت تسعى. وهناك تحديات حتى بالقطاع الخاص، مثلا اغلب الاعلاف اللي انت تجيبها 85% من اللي يبونها القطاع الخاص من برا. تخيل. نعم. فتكلفه عاليه عليهم، وربحيتهم اللي يربحونها 70% يقطونها على الأعلاف. فهم مو مجدية وايد يعني، لكن ولله الحمد ايه احنا نبي لكن من ناحية ولله الحمد الكويت في آخر تقرير الإيكونومست الحين توا، احنا من ناحية المخزون الغذائي والأمن الغذائي احنا رقم واحد، مو بس بالخليج ولكن بالشرق الأوسط. ما شاء الله. مو بس كذي، ولكن احنا رانكنا ترتيبنا 27 عالميا من 113 دولة. والله الحمد لله دولة غنية. غير كذي احنا عندنا ايضا استزراعات اجنبية نحددها يعني 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 معناتها زراعة احنا اجنبية، بحيث ان احنا نقول احنا نعرف الصندوق المالي استثمارات اجنبية في استزراعات. نعم اجنبية. نعم هناك استزراعات ومشاريع اجنبية في دول ممتاز اخرى. ممتاز. احنا مستثمرين فيها على اساس نجيب الموارد الطبيعية الاغذية. طيب الحين انت المشكلة مو هذه، المشكلة انك انت قاعد تجيب الواردات الاغذية 95% من الغذاء اللي تشوفه من برا. مستوى. انت قاعد تخلق تحدي غير مباشر. شلون؟ تحدي تحدي من ناحيه المستهلك. أي. انت قاعد تخلق منافسه لك باكر اذا انت تبي تسوق حق منتجك. ليش؟ لان في شغله اسمها كونسيومر بيرسبشن، بمعنى شنو؟ بانك تفهم او ملاحظات او توقع المستهلك. انت الحين طول هالفتره هذه قاعد تجيب لي أغذية ذو جودة عالية من برا، تستوردها، قيمة غذائية، طعم، تكستشر، أنت لازم تواكبني. 100% صحيح. إذا أنت تبي تجيب لي منتج محلي، إيه لا لازم يواكبني، يواكب الذوق. هذه كان معروفة، هذه أحد العراقيل والتحديات اللي تواجهها الدول. ممتاز. طيب إحنا مو بس كذي، إحنا أيضا لازم نحط بعين الاعتبار إن لازم عشان نوفر الأمن الغذائي لازم نستغل مصادر الطاقة بطريقة ما نهدرها ولا نخربها. ما نقدر نخرب البيئة. فأنت تبيها مستدامة. الكويت الموقع من أول التسعينات ليومك هذا فوق 23 بروتوكول. صحيح. عدل لهم إقليمي طبعا إقليمي واتفاق بيئة. فأنت لازم تحافظ عندك أولويات والتزامات بيئية. في نفس الشيء أنت تبي تسعى من هذا كله بما يعرف sustainability، الاستدامة. استدامة. حيث أنك أنت المصادر الطبيعية اللي عندك ترد تعطيك مرة ثانية. ممتاز. هيات فكرة. أيه هذا اللي بنوصل له. اللي أنتوا سويتوا شنو علشان. هيات فكرة. هي فكرة عالمية. كونسبت عالمي وكثير من الدول قاعد تطبقه. أيه.
اللي هي نظم أو تقنيات الزراعة المتكاملة Integrated Farming System المندمجة أو المتكاملة. شنو فكرة المشروع هذا؟ فكرة المشروع هذا أنك أنت تحاول بقدر الإمكان أنك تستخدم الزراعة والمصادر الزراعية المتاحة عندك والمصادر الحيوانية المتاحة عندك ويكملون بعض، تدمجهم. ممتاز. مثلا على سبيل المثال اللي احنا سويناه مثلا، تكلم عنه تحديدا. احنا عندنا الحين لان مناخ قاسي مثل ما انت قلتي لازم نتحكم احنا بالرطوبه بالمناخ، فاحنا عندنا ثلاث وحدات جرين هاوسز. ممتاز. عدل الجرين هاوسز احنا نتحكم بال درجه الحراره الرطوبه كل شيء بالمناخ المتاح للبيئه هذه. طيب لازم تشغله، نستخدم ألواح كهربائية اللي هي الطاقة الألترناتيف اللي هي الطاقة المتجددة أو رينيوبل إنرجي، استفادة من الطاقة. طيب النباتات اللي أنت تبي تستخدمها، النباتات اللي تبي تستخدمها، عندنا 6 حواض أيضا استزراع مائي اللي هو أفضل من هم أنت تقدر أفضل لك تسيطر عليه. طيب أنت تبي تزرعهم عدل، من وين راح تجيب السماد؟ تجيبه من الحيوان فعلا، من الثروة الحيوانية اللي عندك. اللي عندك. طيب ليش؟ لأنه في النهاية أورجانيك. صحيح. مو بس كذي، ولكن أيضا أنت لازم تحط بعين الحسبان أنك أنت لازم تستخدم المبيدات. فعلا. عندنا مختبر متكامل للمبيدات الحشرية والآفات. ممتاز. بس إحنا ما نقدر نستخدم أي مبيدات، لازم نستخدم مبيدات ما في مواد كيماوية يكون أورجانيك، ما في مواد كيماوية مثلا ممكن تأثر على صحة المستهلك باكر الدش داخل النبات. هذا أيضا وصلنا حق سؤال، ذكرت أن 80% أو 70% من الربح قاعد يقطون على علاف، فشلون عوضتوا هذا الشيء؟ الحين أنا جايك بالثروة الحيوان. حلو. شفت النباتات هذيلة، في فضلات للنباتات فعلا نستخدمها كأعلاف للحيوان. مو بس كذي، ولكن أيضا في عندنا أيضا مختبر متكامل بس للآفات، مختبر متكامل للأعلاف. أيوة. وإعادة تدويرها. مو بس كذي، ولكن إحنا اكتشفنا أن هناك أيضا من النباتات المحلية اللي ممكن تصلح كأعلاف، فإحنا نقدر نستخدم الشيء هذا ونقدر نقدر نحاول نزرعها، نحاول مو بس نزرعها ولا ننعشها. ايوه. على اساس نستخدمها كذا. هذا كله تطبق الحين استاذ عبد العزيز على ارض الواقع. ايش كثر صار لكم فتره؟ 53% من المشروع الحين هو المشروع مدعوم من الحكومه طبعا، مجلس الاعلى للتخطيط، والمفروض ينتهي 2025. احنا احتمال كبير راح نخلصه قبل الشيء هذا، الحين فوق ال 53% خالصين. تبلشون الانتاجيه من خلاله. اي الانتاجيه شلون الحين اوريدي عندنا، بس انا مو مخول اقول الاسماء، لكن اوريدي عندنا من القطاع الخاص، هناك شركات من القطاع الخاص قاعد تشتغل معانا، ولله الحمد رفعنا جوده غذائهم. حلو. واللي هو القيمه الغذائيه وانتاجهم وربحيتهم. ممتاز. من يعني معانا مشتركين على اساس مره واحده يعني 100%. حلوه هذه الشراكه. اي حلوه طبعا. مو بس كذي، ولكن احنا ايضا المختبر الوحدات اللي هناك او الوحده اللي بشبد هناك الكامبس كله هذا ايضا يواكب التطورات، يعني المشروع مو بس ل 2025 وخلاص قاعدين كذي، لا في ابديتنج حق طبعا ابديتنج. عندنا علماء ساينتست ريسيرشرز هناك يواكبون، ومو بس كذي ولكنه راح يكون مركز لتدريب الكوادر الوطنيه. حلو. ها القوى البشريه، فكله يعتبر متكامل. حلو. اي يصب في صالح يعني العمل المستدام، خلينا نقول الانتاجيه المستدامه. طبعا. يعني باعتقادك استاذ عبد العزيز ليقدام شوي نسبه الانتاجيه اللي راح توفرونها على البلد من خلال وجود هذا المشروع وتطبيقه على ارض الواقع، خلينا نقول نسبه الامن الغذائي من ناحيه المحاصيل والثروه. شوف الحياة. من ناحيه الامن، يعني في النهايه انت دوله مو زراعيه. فانت تسعين السلع الاساسيه. انت تقيمين تطورك على تقييم السلع الاساسيه وتوفرها، الطماط الخيار اللي عندك اياه، ولله الحمد هذيل احنا اوريدي مغطينهم في مواسمهم. حلو. واحد اثنين، لما تتكلم احنا هنا عندنا البيض، احنا
فوق الاكتفاء الذاتي. الحمد لله. قاعد نصدر حق الدول حتى المجاورة. المجاورة صحيح. الدي اي رفعنا الدواجن يعني رفعنا الإنتاجية من 23% إلى 30%. ما شاء الله. فإحنا ماشيين ولله الحمد، ولكن يعني في النهاية إحنا دولة مو أجريكولتشرال، لكن نسعى بقدر الإمكان. أنتوا راح تسوونها. بتواجه التحديات. ممتاز. فهذه الأمور اللي قاعد تسوونها أنتوا قاعد تجهزون للقادم. احنا اليوم مثل ما ذكرت احنا رقم واحد في الشرق الاوسط 27 عالميا، فنحافظ على هذا الرقم مع تقدم السنين. نعم، اهداف المشروع هي بالمرتبه الاولى محاوله او المساهمه في توفير الامن الغذائي. الشغله الثانيه انك انت تحافظ على المصادر الطبيعيه اللي عندك بحيث انك تخليها مستدامه سستينبل. الشغله الثالثه انك انت تبي تقلل ايضا التكلفه، لان الانتجريتد فارمينج سيستم اللي قاعد تحكي عنه الاندماجي هذا يقلل من الايدي العامله ويقلل ايضا من التلوث ويقلل ايضا من تكلفه الانتاج نفسه، لانك انت مدششه شغلتين بشغله. صحيح. وفي النهايه كانها ريسايكلينج، كانك تسوي تدوير طبعا احنا وحده كامله للتدوير، يعني عندنا وحده كامله للتدوير. وايضا الجميل في الموضوع قبل لا نختم معاك استاذ عبد العزيز ان المبيدات الحشريه المستخدمه ايضا ضمن الدراسه وضمن المجهر. طبعا يعني مو اي مبيدات نستخدم، يعني تصيح بسالفه خلينا نقول المزروعات اللي تجي عليها مبيدات حشريه. صحيح. سامه او جدا. صحيح. ممكن تسبب امراض وغيرها. فيعني احنا جاهد معاكم ونتمنى ان شاء الله هذه منكم وفخورين والله. اي والله تكون على ارض الواقع وتغطون الانتاجيه داخل الكويت وخارج الكويت ان شاء الله. مشكورين. سلمك وحفظكم ان شاء الله وتمم العمل اجمعين يا رب. وكان زين بعد فريقكم يزورنا. بالعكس والله. بالعكس ان شاء الله نرتبها وباذن الله ان شاء الله خير. كل الشكر لك يعني على وجودك معنا الاستاذ عبد العزيز الخبيزي مشارك ابحاث في معهد الكويت للابحاث العلميه. عندنا ايضا نستكمل فقراتنا. اكيد راح نستقبلها ان شاء الله، وهذه دعوه لمحمد بولند مخرجنا انه يكون فريق يصور هذا المشروع الرائع الوطني اللي نفخر فيه كلنا في الكويت والخليج ان شاء الله. بنروح لعبد الرحمن ونشوف ايش عنده. نعم، شكرا غاده وعثمان. ويبي له تور. يبي له تور عثمان. يبي له فعلا يستحق. ان شاء الله. قواك الله مشاهدينا، نستمر معكم في بث العديد من الرسائل من خلال فقراتنا في صباح الخير يا كويت. وهذه رسالة صباحية متخصصة، هذه الفقرة إن شاء الله اللي راح تركز على أهم المواضيع الحياتية الخاصة للأبناء وفق منهج علمي نفسي، يقدم فيها موضوعات مختلفة تخص الكبار والصغار وطرق التعامل معهم للوصول إلى أسرة سعيدة ومستقرة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، صبحكم الله بالخير. وهذه الرسالة السريعة، رسالتنا الأولى في قضية مهمة جدا جدا، وأنا حقيقة أحب أزور أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لأستسقي منها بعض الجوانب النفسية اللي إحنا اليوم نفرد لها يعني ساعات طويلة في وسائل الإعلام المختلفة وكتب ودراسات، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم اختصرها لنا في كلمات محدودة. فالأولى أن احنا نسترجع هذه الكلمات المحدودة ونستفيد منها الدرس في جوانب نفسية إيجابية في حياتنا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول روحوا القلوب ساعة بعد ساعة فإن القلوب إذا كلت ملت. الرسول صلى الله عليه وسلم يكلمنا عن قضية مهمة جدا وهو الملل النفسي اللي يمكن في الفترة الأخيرة وايد منتشر في الكويت. مالي خلق، من بطة شبدي، مليت، كلمة الكثير ما نسمعها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول روحوا القلوب ساعة بعد ساعة. من وسائل الترويح عن القلب وإدخال نوع من التغيير في حياة الإنسان والاستمتاع وقتل الملل وقتل الرتابة في حياته هي قضية الهوايات. الكثير من الناس اليوم يربط ما بين الهواية وجمع المال. ما في مشكلة لو كانت هوايتي ممكن تجيب لي فلوس، زين على زين، لكن الهواية الأساس منها هو ليست قضية جني أو حصل المادة.
هذا يكون شيء إضافي. العمل شيء اللي راح أجيب منه دخل لحياتي، وهذه قضية مهمة. وإحنا لا نستنكر بأن لو أنا أشتغل وأعمل في مجال أنا أحبه واستمتعه ويمكن مستنبط من هواية من هواياتي أمر جيد، ولكن متى ما الهواية تحولت إلى دخل، إلى رزق، إلى عمل، هي انتهت من أنها تكون هواية. قد يكون عمل ممتع لأنه يناسب ميولي وطموحي. الهواية هي دائرة أصرف فيها وقت، أستمتع وأحصل على نوع من الراحة العقلية والنفسية. الهواية مو محددة، يعني ما نقدر نقول هذه هي الهوايات اختار هواية منها. فإني نقول القراءة وجمع الطوابع، هذه أشياء قديمة طبعا، والرسم والرياضة. لا لا، الهوايات أمرها متاح وكبير جدا جدا جدا. تصوروا، يعني لقيت عند أحد من الشباب مرجعية علمية غزيرة جدا في أمر كنت مستغرب منه، وهو نبع هالمعلومات العميقة جدا نبعت عنده من هواية وما زالت هواية، وهي تربية حشرات الصحراء. يروح في الصحراء في خاصة في وقت الربيع ويجمع منها الخنافس، العقارب، الأمور هذه كلها، ويسوي لها التراريومز الخاص فيها في البيت عنده، ويكاثرها ويحافظ عليها ويستمتع بهذا الأمر دون أن يقصد من هذا ربح مادي وراء ذلك. اللي أقصده من هذا الأمر بأن عملية الهواية هي مفتوحة، أنت ممكن تكتشف هواية جديدة أحد غيرك يتابعك فيها. الهواية مرة ثانية الغرض منها هو الحصول على مساحة عقلية وذهنية لك للاستمتاع والشعور بالراحة. إذا تحولت الهواية إلى مصدر رزق، هي تحولت إلى عمل. ما عندي خلاف أن عمل ممتع إذا هو يناسب هواياتك، ولكن الهواية هي مساحة للاستمتاع، للاختلاء بنفسك، للشعور بنوع من يعني قتل الروتين والرتابة في حياتك. لذلك روحوا القلوب ساعة بعد ساعة، فإن القلوب إذا كلت ملت. لا تخلون القلوب تكل ولا تمل، دخلوا الهوايات في حياتكم. إذن رجعنا معكم مشاهدينا، ننتقل معكم إلى موضوعنا القادم، موضوع طبي. لما نقول إن مشاكل العين كثيرة، فعلا يعني هناك كثير من الأشخاص يشتكون من مشاكل تتعلق بالعين والرؤية وغيرها من هذه الأمور، ولكن اليوم من خلال لقائنا مع ضيفنا راح نتكلم على تأثير مرض السكري على العين وأيضا طرق علاجه. نعم أكيد أسماء، وبالفعل يعني موضوع مهم أن نسلط عليه الضوء، خصوصا على أن معرفة العلاقة ما بين الأمراض شيء مهم جدا، حتى يعني نأخذ الحيطة والحذر ونفحص مبكر مثل ما نقولون، ونتدارك الأمر قبل أن يتفاقم. فنبي نعرف إن شاء الله أكثر تفاصيل حول هذا الموضوع مع ضيفنا اختصاصي جراحة القرنية والماء الأبيض وتصحيح النظر الدكتور عمر لدويلة. فحياك الله دكتور. الله حييكم، حياكم الله، السلام مباركة. حياك الله معنا. مثل ما قلت دكتور بأن هناك كثير من المشاكل المتعلقة بالعين والرؤية، لكن اليوم تحديدا يعني في لقائنا ودنا نتكلم عن تأثير مرض السكري على العين تحديدا. نعم صحيح. طبعا أنتم عارفين مرض السكري يعتبر مرض منتشر جدا في عندنا في الكويت، إن الشخص لازم يأخذ يعني معلومات كافية عنها. أي مريض مصاب بالسكر، يعني بعض الناس للأسف يعني يصير مصاب بالسكر صار لسنين طويلة، فترة طويلة ولا يفحص السكر ولا يفحص العين عنده. إحنا عارفين إن السكر مو مرض في العين، يؤثر على الجسم بشكل كامل. فإحنا كمرضى السكر ضروري إن نفحصهم على الأقل مرة بالسنة، حتى لو ما يشكي من أي شيء، خصوصا فحص قاع العين، لأن تدري في أسباب كثيرة ممكن تسويها مرضى السكر.
مثلا نقدر نقول نبدي من التهابات العصب البصري، التهابات الشبكية، نزيف بالشبكية، فلها درجات تبدي غالبا أول 4-5 سنوات المريض ما يشكي من ولا شيء، فيكون عادي أموره تمام، يعني ما في أعراض مثلا كبداية، نعم المريض ما يشكي. الشغلات اللي تأثر على السكر غالبا المدة والكنترول للسكر، هل هو المريض محافظ على السكر عنده ولا، هذه الشغلة الأولى. وثاني شغلة مدة إصابة المريض في السكر، مهما كان كنترول على الفترة بالزمن لازم يكون في شوية تأثيرات. فالمريض أول فترة ما يحس بولا شيء، تبدي أول شيء ممكن يشوف له شيء أسود يتحرك في العين، ممكن مرات يشوف شوية أن الشوف عنده شوية ما كان يصير واضح. أول أسباب يأثر على الشبكية، هو أكثر شيء ممكن يسببها، يسوي نفس نقط دم في الشبكية، وبعدين يؤدي لأنه يسوي شيء اسمه احتلال بالشبكية، يكون سوائل بالشبكية. احتلال الشبكية السكر نسميه، إنه تكون مركز النظر نفسه يكون في شوية سوائل، تخلي الشوف عنده شوية يبدأ يضعف الشوف عنده شوية يعني؟ يقول كنا شوية ضباب قاعد أشوف الخطوط مو واضحة عندي شوي هذا شكوى عادي. يقول أربعة بس نظارة ما عليك، هذا طول نظرة، فشو يسوي؟ يكمل المريض نفس المشكلة. فالفحص السنوي هذا ضروري، وفي أسباب كثيرة طبعا. فحص شنو بالضبط دكتور؟ فحص قاع العين احنا نسميه، احنا كل المستوصف بالكويت غطاء قاع العين. نعم قاع العين. حاليا كل مستوصفات الكويت موجود هذا الفحص، متوفر كل مكان عند طبيب السكر، لازم يفحص المريض مرة بالسنة. شو مشكلته؟ انه ما يبين المريض، ما يشكي شيء، ما يبين لما يكون متقدم للأسف. في الحالة المرضية وللأسف احنا كثير من كبار السن نشوف اللي عندهم سكر ما يشوفون. ليش؟ لأن في تأثيرات قديمة ومؤثرة على مركز النظر، سوت تليفات ونزيف بالشبكية. وشلون طريقة الفحص إذا رحت مستوصف؟ قلت بسوي مستوصف أو طبيب العيون طبعا، طبيب العيون نعم، إنه يفحص القاع العين، يسوي توسعة للشبكية، يصور لك العين، يعني فحص عادي من العيادة مرة ربع ساعة شوفه يفحصه يبين هني. بعض المرات كان في سوائل ممكن نعالجها بشغلة بسيطة، يا أوبر يا ليزر معين، في فترة معينة خلاص ترجع الأمور سليمة بالنسبة للمريض وتحسن النظر، ولكن إن سويناها شو يصير؟ تفصل المركز النظر عن الشبكة نفسها، فيقل استخدام وصول الدم للشبكة، فايش يصير؟ نفس التليف في المكان، التليف نفس الطقة نفسها تعلم صح، التليف هل تروح؟ صح. ما راح تروح، ما راح صح. نفس الشيء التليف مركز النظر خلاص ما يبدأ يتحسن، يمكن سوي تليفات تحتاج تدخل جراحي وعمليات معينة، وهم المريض ما راح يشوف واضح بعدها. نعم دكتور، ذكرت نقطة مهمة، قلت إن مريض السكر لازم يفحص على الأقل بالسنة مرة. نعم. قاع العين مثل ما ذكرت، يعني كل المستوصفات متوفر هذا الفحص، لكن اللي يصير هل مريض السكر ملتزم بهذا الإجراء؟ هل قاعد يفحص عينه؟ شنو أكثر المرضى اللي يوصلون لكم؟ هل مثلا عندهم مشاكل متراكمة ما قاعد يفحصون؟ يعني بعض الناس ما يعتمد على الشخص بالأخير، هو بعض الناس لا ملتزمين، وفي بعض الناس يقول أنا صار لي سكر الحين والله سكري زين 20 اليوم سكري الحج وين 20 زين، قل لا الحمد لله. يعني بعض واحد مرة مريض مرة سكري 12 قلت أكلت حلو أساس أرفع، هو مفروض 6. ففي بعض الناس يعتمد على المريض نفسه، فبعض الناس ملتزمين الحمد لله، تلقى عمره كبير 70-80 سنة ما عنده أي مشاكل وصار سنين، ولكن في بعض الناس تلقى عمره 25-30 سنة تلقى عينه ما يشوف نهاية، فيعتمد على المريض نفسه وحد مدى التزامه، مدى شلون السكر يرتفع، حتى صعود نزول السكر باستمرار مو شرط انه مرتفع، حتى لو عدم استقراره ياثر على الاوعيه الدمويه في الشبكيه نفسها، يؤدي الى عدم انتظام ونزيف في العين ومشاكل في العين، فيعتمد على الشخص نفسه. نعم للاسف يعني الموضوع مو سهل، والواحد لازم انه يدارك بالفعل ويفحص مبكر أساس ما تتفاقم المشكلة. صحيح. دكتور شنو أهم الأشياء اللي ممكن نسويها كوقاية؟ أول شيء محافظة على السكر، أي والتزام في المراجعة الدورية، لأن في بعض الأحيان إن ما المريض ما يشكي من ولا شيء، عرفت شلون؟ هذه لازم أنت ما تدري، أنت حتى لو ما تشكي من شيء لازم تراجع، تحافظ على السكر ومتابعة فقط، هذا أهم شيء. وإذا لا سمح الله في شيء نشتريه بالبيت جهاز ولا شيء ولا مثلا؟ اللي هو شنو حق العيون؟ ما في طبعا جهاز سكر، فحص السكر العادي كان زين يمكن تطور في شيء ما جهاز فحص السكر طبعا لازم يفحصه باستمرار ويتابع مع طبيب السكر. أقصد يعني تمرين شيء ممكن أعرف إن عنده فيك مشكلة؟ ما في تمارين حق السكر، يعني أكيد ما في تمارين. أقصد حق النظر يضع اليسار فوق تحت فوق، هذا ما في يمكن يوسوس ترى الشخص. يعني على فكرة في بعض الأشخاص يبدأ عندهم الوسواس والقلق إنه مثلا اليوم ما أحس إنه في مشكلة بعيني، الواحد يروح يتأكد الطبيب المختص متواجد ممكن لا يفحص، خصوصا يعني في بعض الناس لما قاعد من النوم يقولش والله شنو أشوف؟ ها هذا طبيعي خطوط شيء ها لا شوف خطوط لا لازم يفحص طبعا، بعض هذا مشاكل مرض يعني نفس نشوف خطوط في نفس الدبانة أو شبكة العنكبوت، هذه تقريبا 90% شيء عادي يكون في سائل الزجاج عنده مشكلة، لكن في 10% بعض الناس يكون عندهم ثقب الشبكية، عندهم نزيف الشبكية، فلازم يفحص مرة الأولى
أمورها طيبة خلاص. نعم طبعا. دكتور قاعدين نتكلم عن تأثير مرض السكر على العين، لكن يعني كطبيب مختص اليوم أكثر مشاكل العين شيوعا في دولة الكويت واللي كحالات يترددون عندكم؟ أكثر حالات طبعا شيوع اللي هو الماي الأبيض وجفاف العين وقصر طول النظر وعمليات تصحيح النظر. نعم. هذا أكثر شيء طبعا منتشر نشوفه بشكل يومي، والتهابات الجفون مثلا تشيس الدهن. فنعم يمكن الماي الأبيض لو نتكلم عنه مثلا، هذا غالبا تلقى الشخص فوق 50 سنة لازم تلقى فيه شيء بسيط من الماي، حتى لو ما يشكل من شيء، هذا شيء طبيعي مع العمر. فوق 50 سنة مو شرط، ما هو كات لاين لازم يفحص يعني قال لا مو لازم يفحص يعني غالبا لازم في شويه تغيرات في بعض الناس يستمر ل 70 80 سنه ما يصير عنده مشكله نظره يمشي يحاول تمشي الامور إيه؟ في بعض الناس لا والله يبدي مكان الماي الابيض في العين. شنو الماي الابيض؟ في عباره عن عدسه العين نفسها تكون لونها بيضة. العاده عدسه العين تكون شفافه، هي تسوي الفوكس المريض الشخص نقول ما يقدر يشوف يركز. شلون تقرا انت الحين؟ لازم انت في شيء يسوي لك فوكس يقرب الصوره تشوفها واضحه. فوكس خلينا نقولها بالعربي اللي هي الوضوح، وضوح الرؤية. الوضوح وضوح الرؤية. طيب إن شو يصير؟ إن المريض يبدأ يشوف بالعدسة مع العمر، هذا العدسة تصير فيه شوية عتامة، يقول لك المريض أشوف نفس ضباب شوي دايم مو ضبب الدنيا عندي، أو يقول مثلا لما أسوق السيارة بالليل الليتات تأذيني ما أقدر أشوف، تحس هذه بداية المشكلة يعني. هذه بداية الماي الأبيض غالبا تكون. نعم. فهي العدسة تكون بيضة، عرف شلون؟ هذه حسب موقعها، في بعض الناس يكون موقعها ضل أطراف العين. وعملية إزالة الماي الأبيض أتوقع بسيطة، لأن أنا مثل ما عرفت في لجان خيريه تروح افريقيا تسوي هذه العمليه بكثره، ولانه منتشر هناك. هل هو يعني شو نسوي؟ هو عباره عن العدسه هذه نشيلها، عباره عن جرح بسيط اقل من 2 ملي بجهاز سونار، ندخل في العين نسحب العدسه هذه، نسحبها. بعض الناس يقول خلاص اسحبها ليش تحط، ليش تسوي شيء ثاني؟ لا، لازم نزرع عدسه مكانها. اذا ما زرعت لك العدسه انا نفسها هذه داخل العين انت ما راح تشوف، خلاص ما في شيء يسوي يوريك الوضوح اللي راح تشوف بس مضبب ضباب راح تشوف. إيه؟ فنزرع عدسه. فمع تطور العلم هذه العدسه بعض الناس اللي في النظارات اقدر اعدل نظارته بهم بالعدسه هذه. مثلا كان عندي نقص نظر -5 -6 يقول ما في مشكله، يصير ازرع لك عدسه اصلح النظاره بالعدسه. فتلقى المريض بعد الزراعه يبدا يشوف هم بدون نظاره، يقط النظاره. فقمنا نسوي تبديل العدسه حاليا بالتطور الجديد، انه حتى المريض ما في ماي ابيض يبدا يشوف واضح، يقط النظاره يشوف سؤال بعيد او القريب بعد. نعم الحمد لله يعني الطب تطور بشكل كبير. نعم. لكن الواحد لا يتجاهل هذه الاعراض طبعًا. ويقول ان هي اعراض عاديه، لكن اليوم تعبان ويربط الاسباب في امور ما لها علاقه صحيح. في مشاكل النظر. لو نرجع مره ثانيه الى تاثير مرض السكر على العين، شو ممكن يتطور مرض السكر وياثر على العين بشكل كبير؟ لها مراحل. المراحل الاولى غالبا يسوي شويه ضبابيه سوائل بالشبكيه. بعض الناس يحوشهم التهاب العصب البصري، يشوف ضباب فتره معينه وبعدين يروح منه. في بعض الناس يصير عنده حول فجأة، تلقى عينه تلف فجأة شذي؟ فجأة تلقى يشوف شو أو يشوف اثنين، تأخذ لمدة 3-6 أشهر تتحسن يعني نتيجة التهاب السكر. لما يتطور شوي يبدأ يسوي شوية نزيف بالعين وشوية تليفات في العين، هذه تبين الحالة يعني؟ هذه متقدمة خلاص، تبين المريض خلاص يشوف واضح، يضطر أنه ممكن يعطيه أوبر داخل العين او يسوي له ليزر. المرحله الاخيره يكون تليفات بمركز النظر او انفصال بالشبكيه ممكن يؤدي هنا تكون تدخل جراحي. انفصال في الشبكيه تكون عن طريق حادث عاده؟ لا لا، من السكر. من السكر تليفات تسحب شبكه العين وتدزها، لما تفصلها من مركز النظر تفصل الدم عنها. هني هذه المرحله متقدمه للاسف يعني. شنو انخلعت يعني؟ اي تسوي لها جراحات متعينه، وغالبا الكبار في السن ما يشوفون هذه المشكله، خلاص الدم وقف عن الشيء. هو كان ممكن يتدارك هذا الموضوع طبعاً. انك تتفاقم الحاله من البدايه؟ كانت في بدايتها تقدر تتعالج، تمنع ان التليفات تتكون. يعني هو ما راح يصير فجأة؟ ما يصير. لا لا مريض السكر ما راح يصير فجأة، المشكلة المريض بعضهم ما يشوفها الا على اخر مراحل ما يحس فيها. فعشان شيء لازم نقول لازم يفحص المريض مرة بالسنة، يعني يكون في تغيرات ايش كثر ولا احس فيها. فلما تنفصل الشبكيه وصير عندك تليفات هني تردها، ولكن النظر راح يكون مضبط طول عمرك، ما في علاج عمليه او شيء. عمليه تردها اوكي تعدل مكانها، ولكن نتيجه النظر راح تكون يعني مو مرضيه مو مجزيه. نعم صحيح بالفعل، يعني شيء مهم ان الواحد مثل ما ذكرت ارد واكرر انه يفحص على طول. اغلى ما يملك الانسان ترى عينه، يعني اذا راحت العين خلاص ما تسوى. يعني اغلى عضو يمكن في الانسان انه واحد يشوف، ففحص مدته 5 دقائق ممكن يغنيك ويحميك. شباب خصوصا النوع الاول الاطفال يجون متاثر الشبكيه شوف تعبان صحيح، على يجيك العمر 15 سنة 20 سنة ما يشوف، فهذا مسكين يعني الموضوع يعني جدا. بس شلون دكتور بعمر صغير؟ انت حضرتك ذكرت انه مع التطور يعني مثلا يعطي فتره طويله، هو بالبدايه ما تبين مثلا النوع الاول مثلا السكر يحوش الاطفال، فيكون صار له 15 سنه صار له 20 سنه فيه. فهني هو المده هذه اكيد تتاثر عليه. غير مثل الكبار في السن النوع الثاني مثلا يقول يبدي منه مع ال 40 45 سنه
أو 50 سنة، يبي له 10 سنوات 20 سنة يلا يبدي أعراض عليه. نعم، دائما ذكرت موضوع الطفل، يعني الطفل في هذا العمر يعني ربي يبعدنا عن الأمراض، ولكن يعني في أطفال فعلا فيهم من النوع الأول مرض السكري، شلون الأهل يهتمون فيهم في موضوع العين؟ يعني هل يفحصونهم دائما بعد نفس الفحص اللي يتعلق بالكبار أو هو نفس؟ غالبا الطفل أول كم سنة ما نفحصه، أول 5 سنوات هذه ما يحتاج أن نفحصه، لأن نتيجة دراسته في أول 5 سنوات مع النوع الأول ما يكون في تأثير. غالبا بعد 5 سنوات نفحصه، ولكن أول مرة لازم نفحص بكل الحالات، لأن ما تدري الطفل كم صار له السكر، ممكن صار له من زمان أنت ما تدري عنه. تقول الولد يدوخ بس عادي، ممكن حاشه فترة طويلة. أول فترة أنت تفحص، شفنا الأمور طيبة نتابع معه سنويا باستمرار، ولكن يعني تدري شوي الأطفال بعد يعني يبي له شوية كنترول أكثر من الكبار في السن. صحيح. ويعني ودي أسأل عن الموضوع يعني شوي برا الموضوع خفيف، وهي عادة يسوونها وايد أطفال اللي هي فرك العين. طبعا وايد الرموش تدش داخل العين والايد ملوثه ممكن عاد لا تقول لي الموضوع يضايقني وايد. نعم، فدكتور تعليقك على هذه العاده بما انه يطلع فرك العين مرات المريض الطفل شيء يصير كل عندهم ممكن حساسيه، صح؟ ممكن تكون اعراض حساسيه في العين او التهابات في الجفون، ولكن بعض الاطفال يكون ما يشوف عدل تلقى يفرك عينه بحيث انه توضح للرؤيه. ففي عامل مهم احنا نتكلم عنه، الطفل لازم يفحص لو مرة يعني عمر 3-4 سنوات. لا، لأن في شيء اسمه كسل العين عندنا. هذا كسل العين إن الطفل يكون ضعيف عينه ولكن الطفل ما يشكي، يكون عنده طول نظر شديد، تلقى الطفل دائما يقرب يم التلفزيون يطالع التلفزيون حيل عشان يصير واضح. شو اسمه كسل العين؟ كسل العين. إيه؟ تمام. فتلقى يقرب يم التلفزيون والله يشوف ولا ماسك آيباد مثلاً يقرب عنده. أو تلقى مرات المدرسة يشكون الولد ما قاعد يشوف واضح. شوف عنده قصر نظر عكس شيء. نعم. فهذه المشكلة لازم تتعالج خلال أول 9-10 سنوات في الطفل، لأن العصب البصري يتكون أول 9-10 سنوات في العمر. فإذا شو حلها؟ عبارة تلبس نظارة معينة تصلح النظر بحيث أن العصب يرد يتكون يشوف عدل، لأن العصب إذا قاعد يشوف الطفل دائما مو واضح خلاص بعد عمر 9 سنوات يكون هذا حد النظر عندك. مهما تلبس نظارات باشر تتعدل النظر، سوي ليزك، ما في كثير من المرضى يجوني عندهم كسفين، دكتورة بسوي ليزك، أقول أوكي أصلح لك النظر ولكن نظرك ما راح يكون 100% نتيجة كسل العصب البصري عندك اللي كان عندك خلال الطفولة. لو إنه معالجينه خلال الطفولة بنظارات أو تسكير في العين ممكن يوصل نظرة 6-6 وطبيعي. فلازم أي طفل أقل من 4-5 سنوات لازم لو تفحصه فحص مرة واحدة تأكد إنه ما عنده طول أو قصر نظر أو كسل. نعم، يعطيك العافية دكتور، نورتنا في صباح الخير يا كويت. وفعلا هذا الموضوع جدا مهم، مشاكل العين كثيرة والأمراض المتعلقة بالعين، لكن حلو إن الإنسان يأخذ المعلومات من الشخص المختص. شكرا لك دكتور. حياك الله. وايد معلومات دكتور، يعني أنا وايد قاعد مركز معاك وما ودي أسأل لأني مستمتع بالمعلومات، لأني صراحة ما عندي أي خبرة بمجال العيون، ونبهتنا على نقطة مهمة ننبه فيها كذلك المشاهدين حتى تعم التوعية على أن الفحص مرة بالسنة، فحص عيونكم 5 دقائق ممكن أنها تقيك من أمراض ومن العديد من المشاكل المترتبة على هذه المشكلة. كل شكر لك دكتور عمر دويلة على وجودك معنا، قواك الله، وإن شاء الله نلتقيك في لقاءات أخرى بإذن الله. مشكورين، يعطيك العافية إن شاء الله. يعطيك العافية. راح نكمل معكم مشاهدينا إلى ختام حلقتنا من بعد الفاصل. أبناء وطني العزيز، كم نحن أحوج ما نكون إلى الحيطة والحذر وأخذ الدروس والعبر، إن استقرار البلاد واستكمال نهضتها وتعزيز مكانتها يتطلب منا كقيادة سياسية للدولة أن نقف وقف التأمل ومصارحة ومراجعة للنفس تجسد الحرص على الالتزام بوحدتنا الوطنية وعدم التفريط أو المساس بها. فقد قررنا اللجوء إلى الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء والوجود، ليقوم بنفسه بإعادة تصحيح مسار المشهد السياسي. إننا لن نتدخل في اختيارات الشعب لممثليه، ولن نتدخل كذلك في اختيارات مجلس الأمة القادم في اختيار رئيسه، ليكون المجلس سيد قراراته. ونأمل منكم أن لا يكون الاختيار أساسه التعصب للطائفة أو للقبلية أو للفئة على حساب الوطن. فالكويت لم تكن ولن تكون لأحد بعينه، بل هي وطن الجميع. ونناشدكم أبناء وطننا العزيز
ألا تضيعوا فرصة تصحيح مسار المشاركة الوطنية حتى لا نعود إلى ما كنا عليه. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا معاكم إلى ختام حلقتنا اليوم في صباح الخير الكويت، كانت جدا جميلة منوعة باللقاءات والفقرات، وأيضا كانت مطعمة بالحلوى البحرينية. فعلا ابتدينا من الساعة 8 وننتهي الساعة 11، ولكن دائما فقراتنا متجددة، وبإذن الله إن شاء الله باكر اللقاء يستمر. نعم إن شاء الله وصلنا معكم مشاهدينا للختام، وأكيد كانت حلقة فيها كثير من المعلومات. إحنا يعني بشكل شخصي نستفيد من هذه المعلومات، أيا كانت الإنسان يضيف إلى حصيلته من المعلومات. كلينا حلوة الحمد لله، وكانت حلوة صراحة. وغادة يعني خذت لها صحن. لاحظت إن كل واحد ركز على الشيء اللي يحبه. طبعاً إحنا ما دائما نتكلم بالأشياء اللي نحبها وتحبونها أنتم كذلك، حتى تكون عندكم الفائدة وتسلية وكذلك المتعة، وتستفيدون إن شاء الله من صباح الخير الكويت دائما وأبدا في اليوم من 8 إلى 11. شوفكم على خير، مع السلامة. شوفكم على خير إن شاء الله، مع السلامة.